عسلامة. أنا ليلى، مسؤولة تنظيم الدورات التكوينية في شركة إيفولف ماسترز فرع تونس. قبل ما نبدو هكا شوية، نحب نحكي لكم على الشركة متاعنا. هي شركة عندها أكثر من 25 سنة في خبرة في مجال التدريب، الاستشارات الإدارية وإدارة المشروعات. تقدم دورات تدريبية كثيرة في مجال البزنس والإدارة واللغات والماركتينج. بدأت من مصر وعندها فروع في تونس والمغرب. احنا سعداء برشا بحضوركم المحاضرة هذه التعريفية لدورة البزنس كوتشينج اللي باش يقدمها لنا الدكتور المحاضر أحمد حسن، اللي نتشرفوا به وبحضوره معنا إن شاء الله في تونس. نقدمه لكم شوية، اللي هو مدير مكتب إدارة المشروعات في PMO Director في بوزارة الاتصالات بمصر وتكنولوجية المعلومات. أيضا زاد هو دكتور في إدارة الأعمال جامعة القاهرة، وزيد على هذا أيضا أنه محاضر معتمد من معهد إدارة المشروعات الأمريكي PMI. باش نحكي لكم شوية على الدورة اللي باش تتقام في تونس إن شاء الله من 17 سبتمبر حتى 15 سبتمبر لمدة 6 أيام، واللي فيها باش تكون كما قلت لك دورة تدريبية مع الأستاذ أحمد حسن. تحياتي تحياتي لحضرتك كوتش ليلى، منورة الدنيا كلها. إن شاء الله كنت عند المستوى. باهي، نقول لكم اللي بعد نخليكم مع الدكتور أحمد حسن، استمتعوا معاه بالمحاضرة ونرجع لكم انا من بعد في الاخر ان شاء الله نتقابلوا. يا هلا يا هلا يا هلا بكل اخواتنا من تونس، منورين الدنيا كلها. ان شاء الله تعالى محاضره قويه جدا في البيزنس كوتشنج ان شاء طيب الله. بعد شكرا 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 كوتش ليلى، شكرا لحضرتك. اولا سهلنا في البدايه نشكر اكاديميه ايفولف ماسترز فرع تونس على الترحيب الجميل وعلى الكلمه الجميله اللي قالها كوتش ليلى. برحب بكل الزملاء والزميلات من اخواتنا من تونس. دايما بحب ابتدي المحاضره بتاعتنا بمقوله جميله بحيث تبقى دفعه ايجابيه نستفيد منها حتى في المحاضرات القادمه. فاول مقوله هنتعلمها النهارده: The more you know, the more you know you don't know. كل ما تتعلم اكتر كل ما تكتشف ان في حاجات كتيره جدا في حياتك ناقصاك. كل ما تتعلم اكتر كل ما تكتشف ان في حاجات كتيره في حياتك ناقصاك. وده بالفعل اللي حصل معايا انا شخصيا. زي ما قالت لنا زميلتنا ليلى، انا في البدايه مهندس خريج كليه هندسه قسم اتصالات، فابتديت حياتي كمهندس، بس اكتشفت ان هندسه واحده لا تكفي. اكتشفت ان انا محتاج اتعلم مجموعه من العلوم الاداريه بجانب تخصصي الاساسي كمهندس اتصالات. ده اللي خلاني عندي شغف للتعلم. ابتديت في كليه هندسه ماجستير في الهندسه، دكتوراه في الهندسه في الارتفيشال انتليجنس والنيورال نتورك. لقيت الموضوع بالنسبه لي لا، ده انا محتاج اتعلم كمان علوم اداريه. فضل من الله عز وجل بي ام بي سيرتيفايد من معهد اداره المشروعات الامريكي، فضل من الله عز وجل ماجستير في اداره الاعمال من اكاديميه البحريه، دكتوراه في اداره الاعمال من جامعه القاهره، خبره في مجال التدريس لاكثر من 25 سنه، وخبره في الاستشارات الاداريه والبزنس كوتشنج لاكثر من 15 سنه. فدي مجموعه من الصور، المحطات مختلفه من حياتي: تدريبات في القاهره في جامعه القاهره في مصر، تدريبات في الهند، تدريبات في قطر في الامارات في لبنان في تونس. عندنا الحمد لله اكتر من برنامج تدريبي بنقدمه، وان شاء الله تعالى يكون لنا الحظ نلتقي باذن الله تعالى مع برنامج البيزنس كوتشنج الاسبوع القادم في تونس. طيب محاضرتنا النهارده ليها اربع محاور اساسيه. النهارده هنتكلم على اربع نقاط، هم دول اللي هتدور حوالينهم محاضره النهارده. محاضرتنا عنوانها بزنس كوتشنج، فطبيعي لازم نعرف يعني ايه بزنس ويعني ايه كوتشنج وايه الفرق ما بين البزنس كوتشنج واللايف كوتشنج وكذلك الثيرابي او العلاج النفسي. في بعض الزملاء عندهم خلط ما بين الاشياء، في ناس فاكره ان اللايف كوتشنج هو البزنس كوتشنج، في ناس فاكره ان الطب النفسي هو اللايف كوتشنج. لا، في فروقات جوهريه
ما بين التخصصات المختلفة. فتسمحوا لنا في البداية هنستعرض الأجندة ونبدأ إن شاء الله تعالى محاضرتنا بقوة. هنتكلم في البداية يعني إيه كوتشنج، وإيه اللي بيميز اللايف كوتشنج عن البيزنس كوتشنج، أو العكس البيزنس كوتشنج عن اللايف كوتشنج. هنتكلم مع بعض على الفروقات الجوهرية ما بين اللايف كوتشنج والبيزنس كوتشنج. هنتكلم كذلك إزاي أبدأ بيزنس، لو عندي فكرة مشروع إزاي أحط الفكرة دي في صورة بيزنس موديل، في صورة دراسة جدوى، إزاي أبدأ البيزنس بتاعي بطريقة عملية، إزاي أحط رود ماب أو استراتيجي من خلالها أمشي على عدة خطوات عشان أسس البيزنس بتاعي. هنتكلم كذلك على البيزنس كوتشنج استراتيجي أند مودلز. هنتكلم مع بعض إيه هي استراتيجيات البيزنس كوتشنج، وكذلك النماذج أو الأدوات والتقنيات اللي بيستخدمها البيزنس كوتش. واخيرا هنختتم محاضرتنا مع البرنامج التدريبي الاكثر طلبا في تونس، البيزنس كوتشنج سيرتيفايد بيزنس كوتش، او مدرب معتمد في البيزنس كوتشنج. هنفهم مع بعض تفصيليا الحدوته. فتعالوا نبدا الحدوته من تعريف الاي سي اف. الاي سي اف هي عباره عن انترناشونال كوتش فيدريشن، ودي تعتبر اكبر مؤسسه على مستوى العالم في اعتماد البيزنس كوتشنج، وكذلك في الماتيريالز والجلسات والمحاضرات واعتماد المحاضرين الخاصه بالكوتشنج بصفه عامه، سواء لايف كوتشنج او سواء بيزنس كوتشنج. وده الموقع بتاعها، اللي حابب يدخل على يعني الانترنت ويتابع التفاصيل اللي خاصه بالاي سي اف. فزي ما حضراتكم شايفين عندنا الموقع بتاع الاي سي اف coachingfederation.org، وده شكل الموقع بتاع الاي سي اف بكل التفاصيل اللي خاصه بيه. وكذلك في انذر اعتماد دولي للسي بي دي، مكان انجليزي بيعتمد البيزنس كوتشنج، فده برضو انذر ويب سايت ان كيس لو احنا حابين ندخل على تفاصيل اكتر ونتعلم اكتر عن البيزنس كوتشنج. نرجع مره تانية، هو يعني ايه كوتشنج؟ كوتشنج بمنتهى البساطه وفقا لتعريف الاي سي اف يقول لك هو عباره عن شراكه مع العملاء في عمليه ابداعيه ومحفزه للتفكير، بتلهم العملاء لتعظيم امكاناتهم الشخصيه والمهنيه. ده التعريف بمنتهى البساطه المكتوب في الكتب او الموجود على الموقع بتاع الاي سي اف، اللي تعتبر اكبر جهه معتمده على مستوى العالم لتدريس الكوتشنج. يعني الكوتشنج بمنتهى البساطه عباره عن شراكه مع الكلاينتس اللي احنا بنسميها عندنا كوتشي. يبقى انا عندي كوتش وكوتشي، فعلاقه شراكه مع الكلاينتس، او زي احنا بنسميها علاقة كوتشنج بروسيسنج، أو بنسميها علاقة مستمرة. بيبقى في شخص عنده احتياج للنصيحة أو الإرشاد، وشخص آخر عنده خبرات معينة أو تخصصية معينة في المجال، فالاتنين بيساعدوا بعض للنجاح. فكأن الشخص الأولاني الكوتش بيساعد الشخص الثاني الكوتشي عشان يرسم البروفايل بتاعه، يحدد الأهداف بتاعته، يتكلم على الرؤية الفيجن بتاع الشخص ده، بلاس يتكلم على الاهداف المرحليه اللي هنحددها مع بعض. فدي العلاقه ما بين الكوتش والكوتشي بمنتهى البساطه بمنتهى السهوله. ومن التعريف اللي خاص بالاي سي اف يبان ان الكوتشنج نوعين، في حاجه اسمها بيرسونال كوتشنج او زي ما احنا بنسميها لايف كوتشنج، وفي نوع اخر يطلق عليه كارير كوتشنج او كوتش مهني. يبقى انا عندي في كوتش شخصي وفي عندي كوتش مهني. الكوتش الشخصي بيركز اكتر على مهارات الحياه، بيركز اكتر ازاي تنجح في حياتك الشخصيه، ازاي تنجح في علاقاتك مع الاسره، ازاي تنجح في صداقاتك، ازاي تنجح في مثلا ادارتك للمال، ادارتك للاعمال، ادارتك للاهداف والانجازات الشخصيه. فده البيرسونال كوتش. بعض الكتب بيسموه يعني مدرب شخصي، او بعض الكتب بيسميه مدرب حياه لايف كوتش. النوع الثاني كوتش ولكن مهني، بيركز اكتر على البيزنس، بيركز اكتر على الاداره والقياده، بيركز اكتر على المدراء التنفيذيين، بيركز اكتر على الوظيفه. فده النوع الاخر اللي احنا هنتكلم عنه وهنركز عنه النهارده في محاضرتنا. فالنوع الاخر اللي هو البيزنس كوتش بيركز اكتر على الليدرشيب، المانجمنت، الاكزيكتيف، الكارير باث، ازاي احط اهداف وطموحات وتوقعات وعلاقات واهتمامات ليها علاقه بالبيزنس. مش معنى كده ان اللايف كوتش مش قوي، لا خالص، كل واحد تخصص في مجال. يعني زي عندي بالظبط مهندس مدني ومهندس مثلا اتصالات،
فمش معنى كده ان المهندس المدني افضل من الاتصالات ولا مهندس الاتصالات افضل من المدني، بس كل واحد متخصص في اريا معينه. فالبيزنس كوتش هو بيجمع ما بين خبرات البيزنس وخبرات الكوتشنج. فممكن يتقدم لي شخص على سبيل المثال يقول لي مثلا انا مش عارف ابدا البيزنس بتاعي، او يقول لي مثلا انا شاطر جدا تكنيكال في مجال معين، ولكن انا لما عملت الشركه بتاعتي فلست وقفلت، او انا شاطر جدا في مجال معين بس مش عارف اسوق للشغل بتاعي، او مش عارف احدد الموازنه المطلوبه للحملات الاعلانيه على سبيل المثال، او محتاج اكبر البيزنس ومش عارف اعمل ايه، او محتاج ازود انتاجيه فريق العمل ومش عارف اعمل ايه. فتلاقي في اسئله كتير بتحير بعض الناس ومش لاقي لها اجابه. فلما يروح لللايف كوتش، اللايف كوتش متخصص في النواحي النفسيه، متخصص في الطاقه الايجابيه، متخصص في الجزء اللي خاص بالابداع والشغف وتحديد الرؤيه والاهداف، كل ده جميل جدا. ولكن انا بكلم من ناحيه البيزنس، انت عايز حد يفيدك يساعدك في عمل ماركتنج بلان، محتاج حد يساعدك في فيزابيلتي ستادي دراسه جدوى، محتاج حد يساعدك في مثلا اتش ار ريستراكشر، بتعمل اعاده هيكله لفريق العمل او لاداره الموارد البشريه داخل الشركه، محتاج حد يساعدك في دراسات الجدوى، ودراسه الجدوى دي انواع، محتاج حد يساعدك في عمل البيزنس موديلنج، تحدد الشريحه اللي انا عايز استهدفها، تقدم المنتج الملائم للشريحه، عايز يفهم اكتر طبيعه عمل الشركه عشان اعرف اصمم المنتج واسعر المنتج واختار القنوات الترويجيه والبيعيه واحدد كذلك الاماكن اللي انا هنزل بيها. فمحتاج حد فاهم بيزنس بجانب فاهم كوتشنج. واضحه كده يا احبابنا الكرام؟ فده اللي احنا هنركز عنه النهارده. فهنتكلم سريعا على اللايف كوتشنج بيعمل ايه، وهنركز اكتر على البيزنس كوتشنج اللي هو بيجمع ما بين الاثنين، علوم الكوتشنج بلس علوم البيزنس. فالكوتشنج بصفه عامه في جزء تدريب وتطوير، في جزء ارشاد، في جزء توجيه، في جزء تطوير، في جزء زي ما احنا اتفقنا تحديد الرؤيه والاهداف، رفع الطاقه الايجابيه عند الكوتشي، في جزء اللي انت بتولد افكار ابداعيه من الشخص ممكن يكون هو مش واخد باله الحل فين. يعني الكوتشنج بصفه عامه انت بتسال اسئله بطريقه ابداعيه عشان تحدد النمط الشخصيه اللي انت بتتعامل معاها، وفي نفس الوقت تبتدي تدريجيا توصل للحاله الخاصه بالشخص، نقاط القوه، نقاط الضعف، النقاط اللي احنا هنشتغل عليها على الشورت تيرم او اللونج تيرم، هنتكلم عن ده بالتفصيل في النكست سلايدز، وبناء عليه تبتدي تشتغل بقى على نقطه نقطه لغايه لما تحسن من الشخص اللي انت بتتعامل معاه كنقاط قوه، او عندي نقاط ضعف محتاج اعالجها او اشوف لها حلول عمليه سواء على المدى القصير او المدى الطويل. فده دور الكوتش بصفه عامه، سواء كان لايف كوتش او سواء كان بزنس كوتش. يبقى تحديد الرؤيه، تحديد الاهداف، رفع الطاقه الايجابيه، الجزء اللي خاص بالكرياتيفيتي، الموازنه ما بين الشغل والحياه اللي احنا بنسميها ورك لايف بالانس. ففي بعض الناس بتبقى حياتهم المهنيه بتطغى على حياتهم الاسريه، يعني بيدي معظم وقته للشغل، معظم تركيزه، معظم حياته للشغل، وده بيجي على علاقاته مع اولاده، مع زوجته، مع اخواته. فازاي بقى تعمل توازن في الحياه ما بين علاقتك بالعمل وعلاقاتك الاسريه وعلاقتك بربنا والنواحي الروحانيه؟ فده جزء من مهام الكوتش اللي بيساعدك فيه. كمان بيشوف الشغف بتاعك فين، وبيحاول يشوف الوظيفه المناسبه للشغف بتاعك. يعني بيجي لي حد مثلا ممكن يكون خريج كليه تجاره او بزنس ادمنستريشن، فهو على الورق الشهاده بتاعته بتقول هو محاسب مثلا، خريج قسم محاسبه، ولكن الشغف بتاعه يشتغل في المبيعات، يشتغل مثلا في العلاقات العامه، يشتغل مثلا في على سبيل المثال السيلز، او يشتغل مثلا في فور اكزامبل مثلا الكواليتي او اي مجال اخر. فهو ده اللي احنا بنتكلم عنه، عايز اعرف الشغف بتاع الشخص وايه الوظيفه المناسبه للشخص ده عشان خاطر يعني حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. وبالتالي فلو انت شغال شغلانه انت بتعشقها، انت بتحبها، هتعرف تطلع اعلى امكانيات واعلى نتائج من الوظيفه دي. وده اللي احنا بناكد عليه سواء في البيزنس كوتشنج او اللايف كوتشنج. طيب لو انا عايز ابقى سيرتيفايد بيزنس كوتش اعمل ايه؟ ده من ضمن الاسئله الجميله اللي احنا بنسالها. في عندنا اتجاهين، في اعتماد دولي وفي اعتماد محلي. وبالتالي فلو عايز اعتمد من جهه دوليه معتمده زي ما احنا قلنا عندنا الاي سي اف، وعندنا كذلك زي ما احنا قلنا السي بي دي. ففي بعض الكورسز معتمده من السي بي دي،
وفي بعض الكورسز معتمده من الاي سي اف. فلو انا عايز اخد اعتماد دولي من جهه معترف بيها على مستوى العالم، فانا عندي اي سي اف او عندي سي بي دي على سبيل المثال، ان كيس لو انا حابب اخد اعتماد. وفي اعتماد اخر يطلق عليه الاعتماد المحلي، اللي انا بعتمد من مدرب معتمد او من مركز تدريبي معتمد، ولكن ما باخدش الاعتماد الدولي. الاعتماد الدولي احيانا بيبقى مكلف، ليه رسوم اضافيه، ففي بعض الزملاء بيكتفي فقط بالاعتماد المحلي وما بياخدش الاعتماد الدولي، وفي بعض الزملاء بتاخد اعتماد دولي برسوم اضافيه. احنا لو هنتكلم ان شاء الله تعالى على البرنامج التدريبي اللي هننظمه في تونس، هيكون عندنا الاعتمادين، الاعتماد المحلي من الاكاديميه المنظمه، واعتماد دولي بمصاريف اضافيه في حاله الرغبه من الزملاء اللي حابين يعتمدوا نفسهم دوليا. طب بصفه عامه الاعتماد الدولي ده عباره عن ايه؟ الاعتماد الدولي بيبقى فيه منهج دولي بتذاكره وبتمتحن فيه وتاخد الاعتماد الدولي. الموضوع مش بس فلوس، يعني على سبيل المثال اي سي اف او انترناشونال كوتشنج فيدريشن عنده يوزر جايدز، عنده كتب، عنده مراجع، عنده تمبلتس، نماذج بنستخدمها عشان خاطر حضرتك تبقى فاهم الاسس العلميه الصحيحه للكوتشنج. للاسف في بعض الناس بتشتغل لايف كوتش ولكن بالفطره بالممارسه ما بيكونش دارسه، وبعض الناس بتبقى دارسه وبتجيد اللايف كوتشنج بس للاسف بتنصب على الناس. يعني دي يعني احنا عندنا مشكلتين في اللايف كوتشنج والبيزنس كوتشنج بصفه عامه. انت ممكن تلاقي واحد بيمارس المهنه عن جهل، يكون عنده شغف يشتغل بيزنس كوتش او لايف كوتش بس هو مش دارس او مش متخصص، بمعنى اصح مش متخصص. وبعض الناس بتلاقيها متخصصه فعليا ودارسه ولكن بيخالف ضميره، ممكن يخالف اصول المهنه او زي ما احنا بنسميها كده اخلاقيات المهنه. فالاثنين خطا، الاثنين خطا مهني. الاولاني بيمارس المهنه عن جهل والتاني بيمارس المهنه بطريقه غير اخلاقيه. احنا بقى بنتكلم على الطريقه الصحيحه، الطريقه الصحيحه العلم والممارسه زي ما احنا بنقول وفقا لاخلاقيات المهنه عشان تبقى ممارس محترف كبزنس كوتش او حتى كلايف كوتش. طب الموضوع بيتم ازاي؟ الموضوع بيتم من خلال مجموعه من الماتيريالز، الكتب، المراجع، الخلفيات العلميه اللي احنا بندرسها، وفي نفس الوقت في عندنا ادوات وتقنيات ونماذج، وده اللي احنا هنشوفه تباعا في النكست سلايدز. يعني على سبيل المثال هنتكلم مثلا على بعض التولز الشهيره جدا في اللايف كوتش والبزنس كوتش. بنتكلم على عجله الحياه، بنتكلم على السوات اناليسيس، بنتكلم على الجوهري موديل، بنتكلم على البزنس كانفاس موديل، مجموعه من التولز هنتعرض اليها ان شاء الله تعالى سريعا في محاضرة النهاردة، وهنشرحها تفصيليا في البرنامج التدريبي اللي هيبدأ يوم السبت 10 سبتمبر إن شاء الله تعالى في تونس العاصمة. فتعالوا نسأل نفسنا سؤال، هو إيه الفرق ما بين اللايف كوتش والثيرابيست أو المعالج النفسي؟ ده سؤال شهير جدا ودايما بنتسأله في معظم المحاضرات وفي معظم الندوات اللي احنا بنقدمها، هو إيه الفرق ما بين اللايف كوتش والثيرابيست؟ تعالوا ناخد الحدوته من بدايتها، يعني قبل ما نعرف الفرق وانتوا نفسكم اللي هتعرفوا الفرق. الاثنين بيندرجوا تحت علم النفس. الاثنين بيندرجوا تحت علم النفس. علم النفس ليه اكتر من 30 فرع، تخيل علم النفس ليه اكتر من 30 فرع، زي بالظبط كده علوم الاداره. يعني الناس فاكره ان الاداره ده عباره عن علم واحد، بس في واقع الامر الاداره هي عده علوم. يعني عندي مثلا علوم في التسويق، عندي علوم في الجودة، عندي علوم في المحاسبة، عندي علوم في الإدارة المالية، عندي علوم مثلا في العلاقات العامة، في خدمة المبيعات، حاجات كتيرة. وبالتالي فما ينفعش أقول لك أنا هديك كورس إدارة يبقى أنا بضحك عليك. أنت هتديني إيه في الإدارة؟ هتديني إدارة تسويق أو هتديني إدارة مبيعات أو هتديني إدارة إنتاج أو إدارة مشتريات أو إدارة جودة أو إدارة مشروعات؟ كل دي كلها اسمها إيه؟ علوم إدارية. وبالتالي عشان اكون صادق معاك انا بقول لك انا هدرس لك ايه بالظبط في الاداره. نفس الكلام لو انا قلت لك انا هدرس لك علم النفس وسكت، طب ما علم النفس دي تخصصات. بقول لحضراتكم عندنا فوق ال 30 فرع من علم النفس، تعالى اديكوا عينه فقط. يعني عندنا علم اسمه علم النفس الصناعي، عندنا علم النفس الاكلينيكي، عندنا حد يطلق عليه زي ما اتفقنا الاخصائي النفسي، وفي فرق ما بين الاخصائي النفسي والطبيب النفسي هنعرف مع بعض النهارده سريعا. عندنا على سبيل المثال في جزء من علم النفس يطلق عليه الايجابي اللي هو بيعتمد اكتر على تنميه القدرات العقليه والنفسيه. في عندنا جزء في علم النفس بيعتمد اكتر على علم النفس الخاص بتنميه الشخصيه
ودراسة الشخصية. عندنا في علم النفس اللي خاص بالنمو والارتقاء، عندنا في أنواع مختلفة من علوم النفس. فلو رجعنا للديفينيشن اللي خاص بعلم النفس، يقول لك هو علم دراسة سلوك الكائن الحي ودوافعه. كلمة بسيطة وسهلة، علم دراسة سلوك الكائن الحي ودوافعه. تخيل بقى الكلمة البسيطة دي اللي هو تعريف علم النفس تحتيه أكتر من 30 فرع. فواحدة من ضمن الفروع علم النفس الإكلينيكي اللي هو تحتيه الطب النفسي، واحدة من ضمن الفروع الأخصائي النفسي. طب إيه الفرق ما بين الأخصائي النفسي والطبيب النفسي؟ الطبيب النفسي ده طبيب بيبقى خريج كلية طب، وبالتالي هو الوحيد اللي مصرح إليه يكتب أدوية، هو اللي بيعمل دراسة للمنتال هيلث، وفي نفس الوقت بيحدد الأمراض النفسية وبيحدد الأدوية اللي أنا هكتبها لكل مريض. فممكن مثلا يجي له حد لا قدر الله عنده اكتئاب، فمن دراسة الشخص ده يعرف إن عنده مرض نفسي، فبيعالج المرض النفسي، يعرف فين الخلل الكيميائي اللي موجود عند الشخص ده ويكتب له دواء، يكتب له روشته زيه زي اي طبيب، زي ما بروح طبيب بطنه او طبيب مخ واعصاب او غيره، فبيكشف عليك وبيحدد نوع الداء ويكتب لك الدواء الملائم للحاله. فممكن يجي له اتنين والاتنين عندهم اكتئاب على سبيل المثال، يكتب لده دواء وده دواء تاني خالص، عشان الاتنين مش نفس الخلل الكيميائي، الاتنين مش نفس الحاله. ممكن برضو يجي له اتنين يكتب لده روشته وده روشته تانيه خالص. وده حتى اللي بيهتم في الطب العادي، يعني مثلا لو لا قدر الله اتنين عندهم مرض ضغط او مرض سكر، فممكن الاتنين يروحوا لنفس الدكتور يكتب لده دواء ويكتب لده دواء تاني خالص، او يكتب لده روشته وده روشته تانيه خالص. ليه؟ عشان ده علم، علم بيعتمد على الامراض النفسيه وكذلك الدواء. طب اللايف كوتش بيكتب ادويه؟ لا طبعا، احنا ملناش علاقه خالص بالادويه. طب اللايف كوتش بيفهم في الامراض النفسيه؟ بيفهم في الامراض النفسيه، ولكن ما عندوش الفكر والوعي اللي خاص بعلم الدواء. فلو اتقدم له على سبيل المثال مريض نفسي، يحوله لطبيب نفسي، يقول له لا ده مش تخصصي. ودي من الامانه العلميه، لسه كنا بنتكلم على الاخلاقيات المهنيه. فمن الاخلاقيات المهنيه اللي انا لو جالي مريض نفسي، لا ده مش تخصصي، انا تخصص بتعامل مع الاسوياء، بتعامل مع الناس اللي ما عندهاش امراض نفسيه. طب لو حد عنده مرض نفسي يروح للطبيب النفسي، الطبيب النفسي هو اللي يعالجه، ده مش دوري انا كلايف كوتش. يبقى ده اول فرق جوهري، ان اللايف كوتش بيركز على الناس اللي هي حياتها سويه او ما عندهاش لا قدر الله امراض نفسيه، اللي احنا بنسميه علم النفس الايجابي، اللي ده اللي زي ما قلت لكم بتعامل مع الناس الاسويه. طب الناس لا قدر الله اللي عندها امراض، لا محتاج تروح لطبيب هو اللي في ايده الكشف، وهو اللي بيكتب الدواء، وهو اللي بيصرف لك الادويه. ده قصه تانية خالص بعيده عننا خالص يعني. امال اللايف كوتش بيعتمد على ايه؟ بيعتمد زي ما اتفقنا على تنميه القدرات العقليه والنفسيه، بيعتمد على تنميه القدرات العقليه والنفسيه، بس لازم في الاساس يكون الشخص نفسه ساوي اكلينيكيا، يعني ما عندوش مشكله طبيه. لو عنده مشكله طبيه ده مش تخصص خالص اللايف كوتش. واضحه كده يا احبابنا الكرام؟ فدي بس يعني سريعا الفرق ما بين اللايف كوتش والثيرابيست او المعالج النفسي وكذلك، او الطبيب النفسي وكذلك اللايف كوتش. في نوع ثالث يطلق عليه اخصائي نفسي. اخصائي نفسي، اخصائي نفسي عندنا في مصر ده خريج كليه اداب علم نفس، مش خريج كليه طب خالص، بتكلم على مصر. فالاخصائي النفسي برضو نفس الكلام، بيحل المشاكل من خلال جلسات علاج معرفي وسلوكي، بيعتمد على المناقشات، بيعتمد على تعديل الافكار، فبيتعامل برضه مع اسوياء زي ما احنا اتفقنا، ولكن هو مش بيكتب ادويه، هو مش طبيب، هو مش دكتور، فده يطلق عليه اخصائي نفسي. امال احنا بقى بالنسبه لنا اللايف كوتش ده قصه تانية. تعالوا ناخد كده مثال بسيط من خلال يعني كده لقطه كده سريعه يبين لك الفرق ما بين اللايف كوتش وما بين المحاضر وما بين الاستشاري وما بين الثيرابي. عاده المحاضر بيدرس لجروب اوف بيبل، عاده ما بيديش درس خصوصي يعني، وعادة بيركز أكتر على نقل المعرفة من خلال محاضرات، من خلال تسجيلات فيديو، من خلال احنا بنسميه حتى جروب تيتشنج أو تريننج، زي بالظبط المحاضرات اللي احنا بندرسها في الجامعات. فعلى سبيل المثال ممكن المحاضر يقول لك ان العجلة دي تم اختراعها سنة كذا ومكوناتها ايه، ويديك شوية معلومات عن البايسكل على سبيل المثال. ده بنسميه تريننج أو تيتشنج. طب بالنسبة للراجل الثيرابي، الثيرابي دايما بيركز على الماضي، عايز يعرف ايه الصدمات اللي انت وقعت فيها، ايه المشاكل اللي عندك نفسيا عشان يحاول يحلها معاك ويوصل معاك لحل. فتلاقي دايما المعالج النفسي بيركز اكتر على الطفولة،
الخط الزمني، بيركز اكتر على المشاكل اللي حصلت في الماضي عشان يوصل للمشكله، وعلى اساس كده يكتب لك العلاج، سواء بقى علاج دوائي او علاج معرفي زي ما احنا قلنا. طيب بالنسبه للكونسلتنت، الكونسلتنت بيبقى عنده خبرات من تجارب مختلفه، وبيحاول يعني يقدم استشارات فنيه للشخص الاخر عشان خاطر يعني يتحرك بيه خطوه. فممكن مثلا عندنا في الاستشارات الاداريه ممكن اروح شركه، على سبيل المثال الشركه عندها مشاكل في المبيعات، فاحنا بنساعدها ان هي تتجاوز المشكله بتاعتها. عندها مشاكل مثلا في التسويق، عندها مشاكل مثلا في اعداد القوائم الماليه كمحاسبه، عندها مشاكل في الجوده، عندها مشاكل في رضا العملاء. فده بيبقى دور الكونسلتنت استشاري، ممكن يبقى عندي استشاري هندسي، استشاري اداري، على حسب طبعا التخصصيه. اللايف كوتش، اللايف كوتش عاده بتبقى كونتينوس بروسيس زي ما احنا قلنا. يعني ايه كونتينوس بروسيس؟ يعني بتبقى عمليه مستمره. فاللايف كوتش دايما بيساعدك ان انت تحقق الهدف، بيساعدك ان انت لو انت واقف في نقطه ازاي ندرس المشكله وازاي نتخطاها. بيركز اكتر على الدوافع زي ما احنا قلنا، او احنا بنسميها عندنا كاسم علمي الجزء المثير، يعني او المثيرات، اللي انت بتعرف المشاكل واسباب المشكله ايه عشان نعرف نحلها ونتوكل على الله وندخل في النكست ستيب. فده اللي احنا بنتكلم عنه. فعلى سبيل المثال لو خدنا نفس المثال البسيط بتاعنا ده، فانت ممكن تلاقي اللايف كوتش كتف بكتف معاك في كونتينوس بروسيس، بيساعدك ازاي تتجاوز المحنه وازاي كمان تحقق الاهداف اللي انت بتفكر فيها في المستقبل. فدايما اللايف كوتش بيبص على الفيوتشر، بيبص على المستقبل. دايما اللايف كوتش بيركز اكتر على الرساله، الهدف، الرؤيه، الاساليب اللي احنا هنشتغل عليها، الاهداف اللي احنا هنحققها على الشورت تيرم او على اللونج تيرم او على الانترميديت تيرم. فده اللي احنا بنسميه زي ما احنا قلنا هو عباره عن بارتنر او شريك نجاح. بيتم الموضوع ازاي؟ بيتم طبعا من خلال عده جلسات عمل ما بين الكوتش والكوتشي. والهدف من جلسات العمل اللي انا ابقى فاهم كويس جدا الايموشنز، المشاعر، الافكار، ابقى فاهم كويس جدا الناس دي ادراكها للاشياء عامله ايه، ابقى فاهم اكتر المعتقدات، عشان على اساس كده هبتدي اعدل السلوك، على اساس كده هبتدي اغير الافكار، على اساس كده هبتدي اغير من النتائج. وبالتالي فاحنا عندنا عده موديل زي مثلا الجرو موديل، فبيركز اكتر على ايه الجولز اللي احنا هنحققها سواء من الجلسه او سواء الاهداف طويله المدى. يعني مثلا لو انا النهارده على سبيل المثال عندي على الصفحه بتاعتي وليكن مثلا 1000 فولورز او 1000 متابع للشركه بتاعتي او للمنتج اللي انا بقدمه، طب ازاي اطلع العدد ده من 1000 ل 2000؟ ازاي اطلع العدد ده من 1000 ل 10000؟ فانت محتاج حد معاك يساعدك. طب مثلا انا مبيعاتي، لو انا بتكلم بلغه البيزنس كوتش، نتخيل انا مثلا مبيعاتي 100000 في الشهر، طب ازاي اعظم من مبيعاتي واكتر مبيعاتي؟ طب انا عندي مثلا عملاء بيسيبوني وبيروحوا يشتروا من المنافس، طب انا عايز اعرف ايه المشاكل اللي عندي اللي بتخلي العميل يسيبني ويروح يشتري من المنافس، وهكذا. تعالوا ناخد مع بعض واحده من الاساليب السهله البسيطه اللي احنا بنسميها عجله الحياه. دي واحده من ضمن يعني الاساليب البسيطه اللي بيتعامل بيها اللايف كوتش. ناخدها بس كمثال نعرف من خلاله ازاي يعني اللايف كوتش بيشتغل. فبيبقى عندنا على سبيل المثال رسمه زي الرسمه اللي قصادنا دي. الرسمه متقسمه من 0 ل 10 او من 1 ل 10، ومتقسمه لثمان اقسام اللي احنا بنسميها عجله الحياه. عجله الحياه بمنتهى البساطه بتقسمها لثمان اقسام، بيتكلم على التعلم والمعرفه، بيتكلم على الهوايات والاهتمامات، بيتكلم على الجزء الروحاني او الجزء القلبي، بيتكلم على علاقتك بالعائله، بيتكلم على النفوذ، المال، الصحه، العمل. فكل واحد مننا عنده عجله من دي، بس كل واحد مننا الارقام دي ممكن تختلف. يعني ممكن مثلا يعني حد من الناس ياخد 6 من 10 في الجزء المالي، ياخد مثلا 9 من 10 في جزء الكارير، ياخد مثلا 4 من 10 في الاتيتيود، ياخد مثلا على سبيل المثال 9 من 10 في السوشيال، وهكذا. فممكن نختلف في الارقام، فممكن تلاقي حاجه بالشكل ده على سبيل المثال. طب دي جت منين؟ ان كل واحد مننا لو احنا نفذنا عليه يعني النموذج او الورك شوب اللي خاصه بعجله الحياه، هتلاقي كل واحد ياخد الرقم غير التاني في كل محور من الثمان محاور دول. الموضوع بيتم ازاي براكتيكال؟ بيبقى فيه تمبلت بنشتغل عليها هوريها لكم، اللي هي التمبلت دي على سبيل المثال. فالتمبلت دي بيبقى فيها الثمان اشياء اللي احنا اتكلمنا عنهم، وبعد كده بيبقى فيه شويه اسئله بتتسال للكوتشي
نتيجة الأسئلة نفسها بيجاوب عليها، ونتيجة الأسئلة بتقول لي السكور بتاعه من 1 ل 10 على سبيل المثال. فنتيجة الأسئلة دي اللي بتحدد لي في الآخر الجزء اللي خاص بالنتائج اللي على أساسها هنتكلم إزاي بقى أعالجها، أو إزاي أشيل المشكلة نفسها وأحل المشكلة اللي موجودة عندها. أنا هفتح باب الأسئلة أساتذتنا الأفاضل، أنا عارف في ناس عندها أسئلة، بس أستأذنكم بس هخلص جزء ونفتح باب الأسئلة، وبعد كده إن شاء الله تعالى هنكمل الجزء الآخر. فدي على سبيل المثال، عندي مثلا واحد فور اكزامبل وليكن واخد 8 من 10 في علاقته بأسرته، واخد وليكن مثلا 5 من 10 في علاقته في النمو الذاتي، عنده مثلا 9 من 10 على سبيل المثال في النواحي الاجتماعية، عنده مثلا 4 من 10 في الجزء اللي خاص بإدارة العلاقات، وهكذا. بناء بقى على اللايف ويل او عجله الحياه، نبتدي بقى نحدد ايه نقاط القوه اللي عندي، او ايه نقاط الضعف، او ايه الشورت تيرم جولز اللي انا هشتغل عليها، ونطلع بخطط عمل نشتغل عليه. واحده من ضمن الادوات والتكنيك الشهيره جدا في اللايف كوتشنج بنسميها الجوهري ويندو. الجوهري ويندو عباره عن موديل، الموديل ده فيه 4 اجزاء، في حاجات انت عارفها عن نفسك والناس عارفينها عنك، فدي يطلق عليها المنطقه المفتوحه او الاوبن اريا. في حاجات انت ما تعرفهاش عن نفسك بس الناس يعرفوها عنك، فدي يطلق عليها البلايند اريا او المنطقه العمياء. في اجزاء انت عارفها عن نفسك والناس ما يعرفوهاش عنك، فدي يطلق عليها الهيدن اريا. وبرده في منطقه انت ما تعرفهاش والناس ما يعرفهاش عنك، عشان كده بيسموها الانون اريا. فمن هنا الكوتش بيقعد مع الكوتشي عشان يحدد هي ايه النقاط المشتركه اللي احنا عارفينها اللي هنشتغل عليها، او ايه النقاط الهيدن اللي عند الشخص وانا ما اعرفهاش. انت شفته في الاول لما رسمنا كده الجبل الجليدي وكتبنا تحت ان في حاجات ممكن تكون هيدن اريا او انفيزبل، غير مرئيه. فممكن مثلا يكون في معتقد معين انت بتؤمن بيه بس انت مش واخد بالك، او مثلا في تصرف معين انت بتعمله بس انت مش واخد بالك التصرف ده غلط مثلا، وهكذا. فده دور اللايف كوتش، بيقعد معاك يحلل شخصيتك باستخدام الجوهري ويندو، ده واحده من ضمن المودلز. نفتح باب الاسئله في الجزء الاولاني. سيزا فاطمه، ازاي حضرتك يا فندم؟ حد عنده اسئله احبابنا الكرام؟ استاذ امير عندك سؤال؟ كل واضح؟ في حد عنده سؤال؟ طيب ممتاز. مش بخصوص الاولويات على الدائره استاذ امير، احنا بس بنتكلم زي ما اتفقنا اللي احنا بيبقى عندنا 8 اجزاء في عجله الحياه. فزي ما قلت لكم مش لازم الانسان يبقى كامل في الثمان اجزاء، يعني زي ما قلت لحضرتك ممكن حد يكون عنده ثروات اللهم بارك، بس مثلا عنده مشاكل صحيه، فممكن تلاقي مثلا واخد 9 من 10 او 10 من 10 في الجانب المالي، حد مثلا من الاثرياء، حد مثلا من الامراء على سبيل المثال، ولكن على التوازي عنده مشاكل صحيه، فممكن تلاقي هنا واخد 9 من 10 بس على التوازي هنا واخد مثلا 3 من 10. او ممكن تلاقي واحد معهوش فلوس بس علاقته كويسه جدا باخواته واصدقائه، وعلاقته كويسه جدا باسرته، وبيتعامل مع الناس برحمه وموده وعطف. فعشان كده عجله الحياه ممكن تختلف من شخص لشخص، فالتقييم ده احد تقييمات الناس اللي اشتغلوا على الاكسرسايز. يعني مش معنى كده ان التقييم ده هيطلع علينا كلنا، فممكن انا بالنسبه لي مثلا يعني الاقي عندي الفاميلي اكتر او اقل، الاقي عندي السوشيال لايف اكتر او اقل، الاقي عندي الهيلث اكتر ولا اقل. فعشان كده دي احد النماذج اللي احنا بنستخدمها في دراسه زي ما قلت لحضراتكم اللايف كوتشنج، ولكن مش هي الدرجه الوحيده اللي احنا بنستخدمها. شطارتي بقى ان انا احدد نقاط الضعف والعب عليها. يعني مثلا واضح ان انا عندي مشكله في الحته دي، اللي هي الناحيه الروحانيه. طب انا عايز احل بقى المشكله دي. واضح مثلا انا عندي مشكله في الحته دي، عرفت منين؟ من الجاب. يعني انا عندي هنا في جاب او عندي فجوه كبيره. على عكس مثلا الهيلث، ممكن ده يكون شخص رياضي مثلا فبسم الله ما شاء الله يعني صحته تمام، ممكن ده يكون شخص مثلا ثري بسم الله ما شاء الله فالجزء الفاينانس بسم الله ما شاء الله عنده حاجه كويسه. يبقى انا ممكن من الرسمه دي اطلع بنقاط القوه ونقاط الضعف. يعني واضحه من الرسمه دي على سبيل المثال، انا عندي نقطه قوه في الهيلث بسم الله ما شاء الله، وعندي نقطة قوة في النواحي المالية، وعندي مشكلة في النواحي الروحانية، وعندي مشكلة في حتة الكارير ديفلوبمنت على سبيل المثال. طب انت ازاي هتستغل بقى نقاط القوة اللي عندك في تحسين نقاط الضعف اللي عندك
فهمتوا اقصد ايه؟ فده اللي احنا بنطلع منه بعجله الحياه. يبقى رقم واحد ان انا بحدد فين نقاط القوه والضعف عند الشخص، وبعد كده ازاي اعتمد على نقاط القوه عشان احسن نقاط الضعف. هي دي الفايده القويه، عشان كده اتكلمنا بعديها على طول على السوات اناليسيس. فالسوات اناليسيس ده احد التحليلات الشهيره في البيزنس، بيتكلم على نقاط القوه السترينث بوينتس، بيتكلم على نقاط الضعف، بيتكلم على الفرص والتهديدات. فازاي نقاط القوه اللي عندك تستفيد بيها عشان تقتنص فرصه، او ازاي نقاط القوه اللي عندك تستفيد بيها عشان تحسن مشكله معينه او عشان تبعد عنك تهديد معين. نفس الكلام انا عندي نقاط ضعف، ازاي اتغلب على نقاط الضعف عشان اعرف اقتنص فرصه، او ازاي اتغلب على نقاط الضعف عشان ابعد عني تهديد. يبقى انا من عجله الحياه ده احد الامثله زي ما تحكوا، في عندنا تولز وادوات كتيره، بس طبعا عشان المحاضره يعني ليميتد تايم، فانا بس اختصرت الادوات في اداه او ادتين عشان بس نفهم من خلالها. فاتكلمنا على عجله الحياه، اتكلمنا على الاسوات، واتكلمنا كذلك على الجوهري ويندو كمثال للادوات اللي بنستخدمها في اللايف كوتشنج ليس اكثر. تمام كده اميره؟ بالظبط، برافو عليك، برافو عليك اميره، هايله جدا. حد عنده سؤال تاني يا احبابنا الكرام؟ هايل هايل، شكرا لحضرتك، ممتاز جدا. طيب هنعمل بس ريكاب سريع. هايل هايل، فرصه عيده جدا كوتش اميره، ممتاز جدا جدا. خلينا نعمل ريكاب سريع عشان الزملاء اللي دخلوا متاخر. احنا المحاضره بتاعتنا بزنس كوتش، بزنس كوتش، فقلنا هنقسمها لحاجتين، هناخد بس فكره سريعه عن ايه كوتشنج، وناخد فكره سريعه عن ايه بزنس، وبعد كده نجمع الاثنين مع بعض ونفهم يعني ايه بزنس كوتش. فده اللي احنا عملناه. فكلمنا في الاول يعني ايه كوتشنج، كلام سريع ما دخلناش في التفاصيل، ودلوقتي هنتكلم يعني ايه بزنس، كلام سريع مش هندخل في التفاصيل. طب ازاي بقى اركب الاثنين مع بعض واشتغل بزنس كوتش؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله تعالى في البرنامج التدريبي الخاص بينا في تونس. ف يعني ايه بزنس؟ يلا شاركوني الراي، ما معنى كلمه بزنس؟ لو انا جيت لك كده قلت لك انا عايز افتح بزنس، تفتكر ايه اللي انا اقصده بالجمله دي؟ او لو حضرتك جيت لي في جلسه قلت لي يا دكتور احمد انا نفسي اعمل بزنس ومش عارف ابدا ازاي، طب ايه هي الخطوات عشان اعمل بزنس ناجح؟ فكروا معايا. مين حابب يشاركني؟ كوتش اميره ابدا بيك. ايه رايك؟ يعني ايه بزنس؟ او ايه الخطوات عشان ابدا بزنس؟ مين يغششني؟ انا مش هسيبكم النهارده. طب يلا اكتبوا لنا على الشات. اي بزنس بيبدا بايه؟ قررت مثلا تعمل مطعم، محل ملابس، تعمل مصنع، قررت مثلا تعمل تريننج سنتر، قررت مثلا تعمل مستشفى، يعني اي بزنس بيبدا بايه؟ والخطوات اللي انا هشتغل عليها عشان انجح البزنس بتاعي، فكر معايا. البزنس بلان. برافو عليك، هايل. البزنس بلان، ايه اللي قبل البزنس بلان؟ كويس، الناس هتتكلم. الدراسه، برافو عليك، زي ما فاطمه قالت، هايل. ايه اللي قبل الدراسه؟ الفكره. الفكره. ممتاز ممتاز ممتاز، انا عايزكم تشاركوا معايا، هايل. زي ما حضرتك قلتوا، بدايه فعلا اي بزنس فكره، فكره فعلا. عايز افتح مثلا مطعم، عايز افتح مدرسه، عايز افتح تريننج سنتر، عايز افتح مثلا مستشفى لا قدر الله عشان علاج المرضى وهكذا. مش لازم البيزنس على فكره يكون بروفيت سيكنج، يعني البيزنس ممكن يبقى بروفيت سيكنج اورجانيزيشن او نون بروفيت سيكنج اورجانيزيشن، يعني ممكن تبقى مؤسسه هادفه للربح او مؤسسه غير هادفه للربح. ممكن مثلا اعمل دار ايتام، ممكن اعمل على سبيل المثال مستشفى خيري، ممكن اعمل مثلا مدرسه اهليه او جامعه حكوميه. فمش لازم كل البيزنس يكون هادف للربح. طيب كويس، عندي فكره، قررت مثلا اعمل مطعم على سبيل المثال. الخطوه الثانيه قلتوها، الدراسه. الدراسه دي احنا بنسميها عندنا دراسه جدوى او فيزابيليتي ستادي، وبنسميه كمان عندي بزنس موديل. يبقى انا عندي الدراسه بتنشق حاجتين، بنتكلم في دراسه جدوى وبنتكلم في بزنس موديل. يعني ايه دراسه جدوى؟ دراسه جدوى بمنتهى البساطه، المشروع اللي حضرتك عايز تعمله ليه جدوى؟ يعني ليه لازمه؟ ولا هنصرف وهنضيع وقت وهنعمل شركه وفي الاخر الشركه دي بعديها بشهر اتنين تلاته هتفلس وتقفل؟ عندنا كتير من مشاريعنا في الوطن العربي للاسف بتقفل الشركات بعد سنه وسنتين من الافتتاح، وبتبقى في ارقام باهظه بتدفع على تاسيس الشركات
وتجهيز الشركه وتعيين الاستاف ومرتبات وانتاج و و وفي الاخر للاسف بتبقى الشركه يعني ما بتقدمش حاجه ذو جدوى او ما تعملش دراسه صح للمشروع. يعني احنا عندنا في مصر هنا سياسه القطيع. يعني ايه سياسه القطيع؟ انا مثلا عملت مطعم فول وطعميه ناجح جدا في مدينه السادس من اكتوبر، تلاقي الناس كلها عايزه تقلدني، وبكره الصبح تلاقي في خمس ست سبع مطاعم فتحوا. دي احنا بنسميها عندنا سياسه القطيع في البيزنس. مش معنى ان سين من الناس فتح مطعم يبقى انت لو قلدت وفتحت مطعم جنبه يبقى انت كمان هتنجح. ده خطا شائع. في حاجه اسمها الميزه التنافسيه او الكومبيتيتيف ادفانتجز. فانا ممكن اكون انا متميز في حاجه فخلت العميل يجي يشتري مني، واحد تاني فاتح في الشارع اللي جنبي على طول بس هو ما عندوش نفس نقطة التميز، فخلت العميل ما يروحلوش ويجي لي انا على سبيل المثال. وبالتالي فالقصة مش مسألة ان مثلا بزنس المطاعم ده ناجح فالناس كلها تفتح مطاعم، او بزنس مثلا التدريب ناجح فالناس كلها تفتح مراكز تدريب، لا خالص. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنناقشها تفصيليا في البرنامج التدريبي، وبنتكلم تفصيليا على انواع الفيزابيليتي ستاديز، بنتكلم عن دراسة الجدوى المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة الجدوى التنفيذية ودراسة الجدوى التقنية، وازاي كمان المشروع اللي انت تشتغل عليه يبقى نابع منك انت شخصيا. احنا خلي بالك احنا قلنا هنقسم الموضوع لنوعين، دلوقتي بتكلم على البيزنس وكان اتكلم على البيزنس كوتشنج. يعني مثلا ممكن انا عندي شغف في مجال معين، حضرتك ما عندكش نفس الشغف، فانا ممكن مثلا انا افتح مشروع في مجال معين انا حابه ومستمتع جدا بيه، حضرتك لو فتحت نفس المشروع ممكن ما تستمتعش بيه او ممكن ما تلاقيش الشغف بتاعك فيه. فعشان كده في البيزنس كوتشنج احنا بنحاول نسأل أسئلة ومن الإجابات نفسها بنحدد الشغف، بنحدد الرؤية، بنحدد الرود ماب، او زي ما احنا قلنا بنرسم خارطة الطريق للشخص اللي احنا بنعمله جلسات الكوتشنج. فممكن اللي ينفع معايا ما ينفعش مع حضرتك، او اللي ينفع مع حضرتك ما ينفعش معايا، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنركز عليها في البيزنس كوتشنج. يعني مثلا ممكن يجي لي حد يقول لي انا مش لاقي نفسي، انا مش عارف احدد اهدافي، انا كنت في الجامعه متفوق جدا وبجيب اعلى الدرجات بس من اول ما نزلت البيزنس مش عارف اعمل ايه، مش عارف ابدا منين، ده سؤال كتير بيجي لنا، مش عارف انهي مشروع هيكسب فلوس اكتر، مش عارف انهي مشروع. وعاده الناس دي بتبقى مستعجله على النجاح، يعني مثلا عايز يكسب 10 مليون بكره الصبح، اقول له طب يعني في حاجه اسمها البرودكت لايف سايكل او الدوره الحياتيه للمنتج، زي بالظبط كده البيبي الصغير بيتولد وبعد كده بينمو ويكبر لغايه لما يوصل لمرحله الماتيوريتي او النضوج، لغايه لما يوصل لمرحله الشيخوخه. وبالتالي فانت لسه فاتح بيزنس النهارده عايز بكره تحقق مليون جنيه ارباح، طب بناء على ايه؟ المقومات النجاح اللي عندك اللي تخليك في 24 ساعه تحقق مليون جنيه ارباح، فاهمينها؟ وبالتالي فاحنا محتاجين احيانا من الجلسات اللي احنا بنقعدها مع الكوتشي نحدد له بطريقه علميه ان ما تستعجلش النجاح، ما تستعجلش الحصاد، عشان ممكن البيزنس بتاعك يختلف على حسب بيئه العمل اللي انت فاتح فيها، على حسب نوعيه العملاء اللي انت بتستهدفها، على حسب الظروف السياسيه والاقتصاديه اللي موجوده في المكان. ممكن مثلا يكون دلوقتي في ازمات اقتصاديه، تضخم في الاسعار، في مشاكل، فدي بتاثر على البيزنس بصفه عامه. اتفضلي يا فندم، حد عنده سؤال؟ كل واضح؟ طيب ممتاز، يلا اكتبونا على الشات، متابعين معانا ولا حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يفتح المايك او يكتب لنا على الشات. كل واضح يا شبابنا الكرام؟ طيب هايل جدا. ده واحد من ضمن المودلز الشهيره اللي احنا بنستخدمها في البيزنس، اسمه بيزنس موديل كانفاس، وطبعا بنشرحه بالتفصيل في البرنامج التدريبي. البيزنس موديل كانفاس عباره عن تسع عناصر. مثال فول يا فندم من ورا الدنيا كلها. عباره عن تسع عناصر. ايه هم التسع عناصر؟ لو انت عايز تنجح بيزنس فكر في التسع عناصر دول. التسع عناصر مجمعينهم في موديل اسمه بيزنس موديل كانفاس. كلمه كانفاس معناها لوحه زيتيه، يعني رسمه. ايه هم التسع عناصر؟ انت دلوقتي عايز تعمل منتج او تقدم خدمه، يبقى لازم تحدد الفئه المستهدفه. خطأ شائع بسمعه من الناس يقول لي انا هبيع لكل الناس. مفيش منتج في العالم بيتباع لكل الناس، مفيش منتج في العالم بيتباع لكل الناس. هتقول لي يا عم الشيبسي، هقول لك طب افرض واحد عامل دايت ما بياكلش شيبسي. هتقول لي مثلا البيبسي، افرض واحد يعني راجل رياضي زي حالاتي كده ما بيشربش بيبسي على سبيل المثال. وبالتالي فمفيش حد بيبيع لكل الناس، لازم تحدد الكاستمر سيجمنتس او شرائح العملاء المستهدفه.
انت هتستهدف انهي عميل؟ يا ترى انت بتستهدف الفيميلز والميلز، الولاد والبنات؟ يا ترى حضرتك تستهدف فئه عمريه معينه؟ يا ترى حضرتك تستهدف فئه دخل معين؟ يا ترى حضرتك بتستهدف مثلا حد في منطقه جغرافيه محدده؟ ايه نوعيه العملاء اللي انت بتستهدفهم؟ ودي اول خطوه في النجاح البيزنس، اللي انت تبقى محدد مين العميل بتاعك. مش مساله بس اللي انا بقدم منتج قوي، انت ممكن تكون بتقدم منتج قوي بس مش عارف تسوق له، مش عارف تبيعه، مش عارف تستهدف الشخص الصح عشان يشتري المنتج بتاعك. واضحه كده يا احبابنا الكرام؟ يبقى اول واحده في البيزنس موديل كانفاس بنركز عليها الكاستمر سيجمنتس. انت هتستهدف مين؟ هتبيع لمين؟ مين شرائح العملاء اللي انت هتستهدفها؟ طب تاني خطوه الفاليو بروبوزيشن. يعني ايه فاليو بروبوزيشن؟ ايه اللي هيخلي العميل يشتري منك وما يشتريش من غيرك؟ اكيد في عندك قيمه معينه هتقدمها للعميل. القيمه دي ممكن تبقى في السعر، القيمه دي ممكن تبقى في الجوده، القيمه دي ممكن تبقى في خدمات اضافيه بتقدمها العميل مش موجوده عند المنافس. ايه اللي هيميزك انت عن المنافس عشان العميل يشتري منك انت وما يشتريش من المنافس؟ ده معنى كلمه الفاليو بروبوزيشن. يبقى الفاليو بروبوزيشن القيمه اللي موجوده في المنتجات او الخدمات بتاعه الشركه عشان العميل يجي لك انت وما يروحش للمنافس. طيب مين هم شركاء النجاح اللي هينجحوا البيزنس بتاعك؟ ايه الانشطه الرئيسيه اللي هتشتغل عليها في البيزنس بتاعك؟ ايه هي الموارد اللي انت محتاج تجهزها في البيزنس بتاعك، سواء كانت موارد بشريه او الات ومعدات او مواد خام؟ طيب يا ترى هتدير علاقتك ازاي مع العملاء؟ هيبقى في عندك مثلا صفحه على الانستجرام او الفيسبوك او اليوتيوب، قناه على اليوتيوب او غيرها، هيكون عندك مثلا كول سنتر، هيكون عندك مثلا تليفون للرد على شكاوى العملاء واستفسارات العملاء. طب ايه القنوات اللي خاصه بالتوزيع؟ هتوزع المنتج او الخدمه بتاعتك ازاي؟ ايه قنوات الاتصال؟ هنعمل اعلانات في الجرايد او في نعمل في المجلات او على السوشيال ميديا وايه؟ طب ايه التكلفه اللي احنا هنتحملها عشان نعمل البيزنس ده؟ سواء كانت مصاريف ثابته فيكسد كوستس او مصاريف متغيره فاريبل كوستس. وكمان ايه مصادر الايراد المتوقع للبيزنس بتاعك؟ كل بيزنس، يعني لو انا بتكلم على البروفيت سيكينج اورجانيزيشن اللي هي الشركات الهادفه للربح، طبيعي انا بعمل البيزنس عشان اكسب فلوس، ده كلام منطقي. ما عنديش مشكله ان انا اعمل اعمال خيريه بجانب البيزنس بتاعي، زي عندنا مثلا العربي جروب وعندنا اكتر من شركه، ممكن يبقى تلاقي مثلا شركه وجنبيها مركز مثلا لذوي الاحتياجات الخاصه، او مثلا شركه وجنبيها مثلا ملجا ايتام او دار مسنين، ما عنديش مشكله. بس الكور بيزنس بتاعي اللي انا اكسب فلوس، ده الكور بيزنس بتاعي. انا بعمل ايه؟ انا بكسب فلوس بمنتهى البساطه. وبالتالي فانت لازم تفكر الفلوس هتجي لك ازاي، ايه مصادر الايراد اللي هيجي للمشروع بتاعك، ولازم تفكر كمان ايه التكاليف اللي انت هتتحملها في البيزنس بتاعك، سواء مصاريف ثابته او مصاريف متغيره. مين هم شركاء النجاح؟ ايه الانشطه الرئيسيه؟ ايه هي الموارد الرئيسيه؟ مين هم العملاء المستهدفين؟ ايه القيمه اللي انا هقدمها للعميل؟ هدير علاقتي مع العميل ازاي؟ وكذلك قنوات التوزيع اللي انا هوزع من خلالها المنتج للعميل. واضحه كده يا احبابنا الكرام؟ طبعا ده بنشرحه بالتفصيل وبندي امثله عمليه من خلال البرنامج التدريبي. فبصفه عامه احنا كنا بنتكلم ازاي انجح البيزنس، قلنا بيكون عندي فكره بعمل لها دراسه جدوى، وقلنا دراسه الجدوى دي خمس انواع: دراسه جدوى اقتصاديه، دراسه جدوى تسويقيه، دراسه جدوى ماليه، دراسه جدوى فنيه، ودراسه جدوى تنفيذيه. وفي نفس الوقت بعمل بزنس موديل. طب وانس ان دراسه الجدوى يطلق على بركه الله، توكل على الله ونفذ المشروع، نبتدي نعمل بقى بزنس بلان. فالبزنس بلان بتيجي بعد دراسه الجدوى مش قبلها، وده خطا شائع. في ناس يلا تشمر كمامنا كده على بركه الله، يلا نعمل بزنس بلان او دراسه عمل. لا لا خالص، دراسه العمل بتيجي بعد الفيزابيلتي ستادي. يعني تخيل مثلا الفيزابيلتي ستادي قالت لك لا 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 المشروع ده مش هيبقى مربح، فخلاص ملهاش معنى ان احنا نعمل بزنس بلان. بزنس بلان ده بنضيع وقت. يعني الفيزابيلتي ستادي بتكشف لك السوق اكتر، بس بيبقى المجهود فيها اقل من البزنس بلان، والمصاريف فيها اقل من البزنس بلان. وبالتالي فالاوقع اللي انا اعمل فيزابيلتي ستادي لو قالت لك توكل على الله اعمل البروجكت، نعمل ايه؟ نروح عاملين بقى بزنس بلان. كلام جميل جدا جدا جدا. تعالوا بقى نضم الكلمتين مع بعض ونطلع بمصطلح البيزنس كوتش. يبقى احنا في الاول عرفنا يعني ايه كوتشنج، شرحنا كوتشنج بالتفصيل سريعا، وبعد كده شرحنا يعني ايه بزنس سريعا. تعالوا بقى نضم الكلمتين مع بعض. بزنس كوتشنج. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي يا شباب؟ الماتيريالز باللغه الانجليزيه ولكن الشرح باللغه العربيه.
لو انتوا حابين في البرنامج التدريبي اجهز لكم تمبلتس باللغه العربيه، ما عنديش مشكله خالص، الموضوع ميسر ان شاء الله تعالى. بس عايز اقول لكم الستاندرد تمبلتس والستاندرد بار بوينتس والستاندرد ماتيريالز اللي جايه من الاي سي اف نفسه كلها بالانجلش. يعني مثلا هوري حضراتكم مثلا دي مجموعه من التمبلتس، فالتمبلتس زي ما حضراتكم شايفينها اصلا موجوده باللغه الانجليزيه، هي اللي موجوده، فاحنا ممكن نترجمها. يعني الموضوع مش هيبقى صعب بالنسبه لنا ان احنا ممكن نترجم يعني الماتيريالز نفسها او نترجم العناصر الرئيسيه في الماتيريال، زي ما حضراتكم شايفين كل الماتيريالز باللغه الانجليزيه اللي موجوده على معهد الاي سي اف او انترناشنال كوتشنج فيدريشن زي ما احنا قلنا. بس لو انتم انترستد يعني بالعربي او العربي بالنسبه لكم اسهل في الفهم، ممكن نترجم الماتيريالز باللغه العربيه ونقدمها باللغه العربيه، الموضوع مش هيبقى صعب ان شاء الله تعالى. يا اما زي ما حضراتكم شايفين الشرح بالكامل باللغه العربيه. وعلى فكره كويس ان انا استفيد بالبرنامج التدريبي، ان انا اطلع بمصطلحات تفيدني في البيزنس. يعني مثلا لو انا قلت حاجه في زابيلتي ستادي، فلو انا مش عارف ان معناها دراسه جدوى، فممكن ده في البيزنس يعني يعطلني. فحتى احنا بنقول كده للطلاب اللي بيدرسوا معانا ماجستير اداره اعمال ودكتوراه في اداره الاعمال، دول واحده من ضمن المزايا اللي بستفيد بيها في دراسه الماجستير او دراسه الدكتوراه، اللي انا بتعلم بزنس لانجوج، اللي انا بتعلم اللغه اللي بتفيدني في البيزنس. ممكن يكون تونس طبيعه خاصه بالنسبه لحضراتكم، اللغه الفرنسيه افضل من اللغه الانجليزيه، ولكن وورلد وايد بكلم وورلد وايد اللغه الانجليزيه اقوى من اللغه الفرنسيه، واقوى طبعا من اللغه العربيه. انا بقول لحضراتكم انا درست في اكثر من 15 دوله، انا رحت جنوب افريقيا، رحت الهند، رحت الصين، رحت اسبانيا، الامارات، مصر، في كذا مكان الحمد لله. فالناس يعني بنسبه 90% الناس بتتكلم انجلش بنسبه 90%. ممكن طبعا شمال افريقيا حاله خاصه، ممكن بعض الدول يعني في اوروبا حاله خاصه كلغه فرنسيه، ولكن انا بتكلم على الماجوريتي لباقي الدول هتلاقي بتتكلم لغه عربيه نادرا ولغه انجليزيه، وده الكومن بالنسبه لهم يعني. فدي كانت بالنسبه لنا برضو ميزه، اللي احنا لو اتعلمنا الكورس فالشرح باللغه العربيه فبيبين لحضرتك المصطلحات والمفاهيم باللغه العربيه، ولكن الكلمات نفسها المصطلحات نفسها بناخدها من رواد الاعمال اللي كتبوا الماتيريالز، او الدكاتره والاساتذه والمحاضرين اللي صاغوا الماتيريالز. فده بالنسبه لنا افضل. ده مش بس بتكلم في يعني في البيزنس كوتشنج، انا بتكلم بصفه عامه. يعني مثلا بتكلم في التسويق، اشهر كاتب في التسويق فيليب كوتلر، ده اشهر كاتب، كاتب امريكي ومنزل سلسله كتب في التسويق. فنفس الكلام في الاتش ار، اشهر كاتب جاري ديزلر، كاتب سلسله كتب في الاتش ار، وهكذا يعني. وبالتالي فانا الافضل اللي انا اخد الكتاب من المنبع او من المصدر. طبعا اكيد في دور نشر بالترجم باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه، بس احيانا بيحصل اخطاء في الترجمه، يعني نتيجه النقل من الكتاب الانجليزي للكتاب الفرنسي او الكتاب العربي احيانا بيطلع اخطاء في الترجمه. فدي بس نصيحتي لحضراتكم ليس اكثر يعني. بس لو انتم اسهل لكم باللغه العربيه ممكن يعني نعمل كاستمايزيشن للماتيريالز نحدثها بحيث تبقى باللغه العربيه لو ده اسهل لحضراتكم يعني. حد عنده سؤال تاني يا احبابنا الكرام؟ كله واضح؟ على فكره المحاضره بالكامل مسجله، وهيبعت لحضراتكم الرابط اللي خاص بالمحاضره بحيث الزملاء اللي ما لحقوش يحضروا معانا بدايه المحاضره يعرفوا ان شاء الله تعالى، يعرفوا الجزء اللي فاتهم. تعالوا بقى نضم الكلمتين على بعض. نضم كلمه بزنس مع كوتشنج. يبقى المفاهيم بتاعه الكوتشنج اللي احنا اتكلمنا عنها هنضيفها للبزنس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما حضرتك قلت لي في الاول، تحديد الرؤيه والاهداف. احنا مش قلنا من ضمن مهام الكوتش اللي هو يحدد الرؤيه والاهداف؟ طب ما تيجي نعمل الكلام ده على البيزنس، ونحدد الرؤيه والاهداف للكوتشي اللي عايز يعمل بيزنس او اللي عنده مشكله معطلاه في البيزنس. تعالوا نعمل سكيلز تريننج ونطور من اداء الناس بس في البيزنس. يعني مثلا لو واحد مش عارف ازاي يعمل تسويق، ازاي نساعده يعمل تسويق؟ لو واحد مش عارف ازاي يعمل مثلا فيزابيلتي ستادي، ازاي نساعده يعمل فيزابيلتي ستادي او دراسه جدوى؟ لو واحد مثلا مش فاهم ازاي يصيغ الرؤيه والاهداف، ودي ليها قواعد، يعني في قواعد لصياغه الرؤيه وفي قواعد لصياغه الاهداف، نعلمه الكلام ده. يبقى بالتالي يبقى انت بتعمل تريننج ولكن في البيزنس، البيزنس كوتشنج. برضو نفس الكلام، رفع الطاقه الايجابيه هي لما يجي لحد مثلا البيزنس بتاعه متعثر او عنده مشاكل في البيزنس، ازاي تحفزه اللي هو يرجع تاني يقف على رجليه؟ ازاي تشجعه اللي هو يتخطى اخطاء الماضي عشان خاطر يتحرك خطوه لقدام في المستقبل؟ ازاي تشجعه اللي هو يتعرف على اخطاء البيزنس عشان يعرف يحلها؟ يبقى لو انا بتكلم اللي انا عايز اوصل للحل، يبقى لازم احدد المشكله. فزي ما احنا كنا بنتكلم بمفاهيم الكوتشنج بالنسبه لللايف كوتش، هنعمل اسقاط
بالنسبه للبيزنس كوتش بس على موضوعات البيزنس، ازاي اعمل خطه تسويقيه، ازاي اعمل دراسه مثلا للمؤسسه وقت التغيير، ده في علوم كامله اسمها اداره التغيير او تشينج مانجمنت، ازاي مثلا ابني فريق قوي، يبقى انا بتكلم على ليدرشيب سكيلز، ازاي مثلا اعرض فكرتي على مستثمر او على حضانات افكار، فانا بتكلم برضو على بيرسويشن سكيلز مهارات الاقناع، بتكلم على بريزنتيشن سكيلز مهارات العروض، بتكلم على كوميونيكيشن سكيلز مهارات التواصل، وبالتالي يبقى نفس الكلام اللي احنا بنقوله في الكوتشنج هنعمل له اسقاط على البيزنس. ازاي اعمل ايفالويشن للبيزنس بتاعي واعرف هو بينجح ولا بيخسر، واعرف هو انا بنجح على طول ولا انا بخسر على طول، ولا في اوقات معينه في السنه بنجح فيها وفي اوقات تانية البيزنس بيفلس معايا فيها، فانا محتاج افهم الكلام ده. زي ما اتفقنا ازاي اطور من مهارات السي او رئيس مجلس الاداره، ازاي اطور مهارات رؤساء القطاعات، اكيد المانجيريال سكيلز عند رؤساء القطاعات غير المانجيريال سكيلز عند السب اوردينيتس او الفولورز اللي موجودين في الشركه. نفس الكلام ازاي اكتشف المواهب عندي ووظفها صح في البيزنس بتاعي، ازاي اعمل خطه سكسيشن بلان، خطه احلال وتبديل، بحيث مثلا احمد حسن كلها سنتين ويطلع على المعاش، فانا عايز سكسيسور الخليفه بتاع احمد، بحيث لو احمد طلع على المعاش السكسيسور يمسك مكانه، فاكيد في تريننج بروجرام معين بيتعمل عشان خاطر أهل سين من الناس اللي هيلتحق بالوظيفة كسكسيسور أو مساعد مثلا عشان يعرف يترقى ويوصل لمناصب قيادية. إزاي أساعد الناس على الترقية، إزاي يعني أعلي من إمكانيات الموظفين اللي عندي عشان خاطر يمسكوا وظائف قيادية. هو ده البيزنس كوتشنج بمنتهى البساطة يعني. طيب يبقى تاني البيزنس كوتشنج هو اسقاط للموضوعين مع بعض. يعني احنا قلنا في الاول الكوتشنج معناه ايه، شراكه مع العملاء في عمليه ابداعيه ومحفزه للتفكير تلهمهم لتعظيم امكاناتهم. احنا كنا بنقول بقى الشخصيه والمهنيه، لا هنا بقى بنتكلم على امكاناتهم المهنيه، بنتكلم على الكارير ديفلوبمنت او التطوير الذاتي ولكن في البيزنس بصفه عامه. فدي الفكره بمنتهى البساطه. طيب يعني بيعمل ايه البيزنس كوتش ده؟ ليه لازمة من الآخر يعني؟ إيه أهمية البيزنس كوتش ده؟ لازمته إيه؟ البيزنس كوتش بيساعدك على التطوير الاحترافي، بيرسم لك البروفايل بتاعك في البيزنس، يعني يقول لك يا أحمد أنت على فكرة لو اشتغلت مبيعات تبقى رائع، بس أنت محتاج تتعلم 1 2 3 4، محتاج تشتغل على نفسك في 1 2 3 4، محتاج تقرا 1 2 3 4، محتاج، فدي اتس ا كونتينوس بروسيس. يعني مش معنى كده ان انا هقعد مع الكوتشي مره واحده، لا هقعد، ده بتبقى اكتر من جلسه وبيحصل متابعه، ممكن متابعه على مدار 6 شهور على مدار سنه. عشان كده البرنامج التدريبي بتاعنا واحده من ضمن مزايا البرنامج التدريبي اللي احنا بنعمل متابعه من المستوى الاول للمستوى الثاني. احنا البرنامج بتاعنا 3 مستويات على فكره، مستوى اول وثاني وثالث، فاحنا ان شاء الله تعالى هنبدا المستوى الاول في سبتمبر وعندنا المستوى الثاني في شهر يناير بعديها ب3 شهور. فانا مش هسيب الناس كده بعد سبتمبر واشوفكم على خير بقى في شهر يناير، لا خالص، احنا بنتابع معاهم من سبتمبر ليناير. يعني ممكن يبقى في جلسات من خلال زوم يبعتوا لنا البروجريس بتاعهم على الواتساب، يبقى في متابعه بالتليفون، ما احنا مش هنسيبكم. عشان احنا لو سبناكم هنيجي في المستوى الثاني الاقي الناس نسيت ونرجع نبتدي من اول وجديد المستوى الاول. فهتلاقي هنا في بروجريس شيت، ادي حضراتكم مثلا مثال منه على سبيل المثال، فده احد الامثله اللي احنا بنعملها، ايه الحاجات اللي احنا هنبطل نعملها، ايه الحاجات اللي احنا هنقلل منها، ايه الحاجات اللي احنا هنحافظ عليها، ايه الحاجات اللي احنا هنزود منها، ايه الحاجات اللي احنا هنبتدي نعملها على سبيل المثال. فدي احد التمبلتس الشهيره اللي خاصه بالاكشن برين ستورمنج وورك شيت اللي احنا بنشتغل عليها وبنتابعها باستمرار. فممكن تلاقي مثلا في حاجات معينه بتضيع الوقت في الشغل، اقول لك لا محتاجين نوقف الكلام ده. مثلا ناس بتضيع وقت في الشاتنج، ناس بتضيع وقت على الجيمز، ناس بتضيع وقت في الكولز وهكذا. في حاجات لا محتاجين نقللها، مش لازم نوقفها بس نقللها. في حاجات لا كمل زي ما هي، ما عنديش مشكله. في حاجات لا محتاجين نزود منها شويه بقى. او حاجات محتاجين نبدا نعملها. فبالتالي هيبقى في بروجريس شيت وهيبقى في متابعه لكل الزملاء اللي هيحضروا معانا، وده هيتم يعني طبعا انا هتواجد في تونس فتره محدده وهرجع مصر. فلما نرجع مصر ان شاء الله هيبقى متابعه اونلاين، يا اما من خلال زوم سيشن زي محاضره النهارده، يا اما من خلال واتساب، من خلال كولز، يعني هنتفق مع بعض على طريقه المتابعه، يبقى الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله تعالى. وده على فكره اللي مغلي نسبيا سعر البرنامج. يعني لو حضراتكم بتقارنوا ما بين اسعارنا كمركز تدريبي واسعار يعني اماكن اخرى، هتلاقي احنا نسبيا اعلى، بس احنا عندنا الحمد لله الجوده افضل بكتير. انا بقول حاجه، انا خبره في المجال 25 سنه في التدريب،
و15 سنه في البيزنس ديفلوبمنت والبيزنس كوتشنج، فيمكن يكون هو ده اللي نسبيا مغلي البرنامج التدريبي بتاعنا، وهنعرف التفاصيل ان شاء الله تعالى مع بعض. يبقى تاني، يبقى دور البيزنس كوتش اللي هو بيساعدك ازاي تطور نفسك مهنيا، ازاي تكتشف الفاليوز اللي عندك، وازاي تحدد الفيجن، ازاي يرسم الاهداف، وازاي يشتغل على الاهداف دي عشان يحققها. الموضوع بياخد وقت، الموضوع مش مساله جلسه وخلاص، ولا مساله محاضره نعملها مع بعض لمده ساعه او ساعتين اونلاين، لا خالص. احنا بس النهارده بنفتح المدارك، يعني محاضره النهارده ما هي الا لتفتيح المدارك. يعني ايه كوتش؟ يعني ايه بزنس كوتش؟ يعني ايه بزنس؟ يعني ايه فيزابيلتي ستادي؟ يعني ايه بزنس موديل كانفاس؟ بندي شويه معلومات خفيفه، بس المعلومات الخفيفه على قد ما هي خفيفه، بس احنا هنشتغل عليها تفصيليا في المستوى الاول والثاني والثالث ان شاء الله تعالى، بحيث انا عايزك من النهارده بقى تفكر كمان باذن الله 9 شهور هيبقى حضرتك في انهي مكان. ما احنا قلنا في 3 مستويات، فاحنا قلنا مثلا المستوى الاولاني في بعديه 3 شهور، بعد كده المستوى الثاني بعديه 3 شهور، بعد كده المستوى الثالث بعديه 3 شهور. فانا عايزك تفكر كمان 9 شهور انت هتبقى فين. فممكن ان النهارده انا مش عارف ارسم خطه لنفسي، انا النهارده مش شايف الرؤيه، انا النهارده مش عارف احدد الاهداف، انا النهارده مش عارف اعمل توازن ما بين شغلي وبين حياتي، مش عارف اكتشف الوظيفه المناسبه، ممكن انا النهارده بشتغل بطريقه نمطيه. لا، انا مش عايزك كده كمان 9 شهور. فاحنا بنحط بلان زي بالظبط كده لما احنا بنعمل في المدارس التاهيلي في السباحه مثلا او في الجمباز او الكلام ده، فتلاقي مثلا الطفل الصغير داخل، بس انا بقول له بص كمان 9 شهور انت هتمسك الميداليه دي، بص على الميداليه دي واتفرج عليها كويس عشان تحفزه اللي هو يشتغل بجد واجتهاد عشان كمان 9 شهور يدخل بطوله معينه دوليه ويحصل على الميداليه الذهبيه. فده اللي احنا بنعمله، اللي انا بوري لك الرؤيه اللي انت هتحققها كمان 9 شهور. طب يلا بقى نشتغل مع بعض عشان كمان 9 شهور نبقى في المكان ده. واضحه كده احبابنا الكرام؟ فدي الفكره بمنتهى البساطه، زي ما اتفقنا بنشتغل يعني 1 تو 1، وده بيبقى جمال الكوتشنج، مش 1 تو ميني. فكل واحد ليه اهداف غير التاني، كل واحد ليه خطه غير التاني، كل واحد ليه معتقدات غير التاني، كل واحد ليه اهتمامات غير التاني، كل واحد ليه هوايات غير التاني، كل واحد ليه طموحات غير التاني. فطبيعي جلسات الكوتشنج بتبقى 1 تو 1 ميتنجز، ما بتبقاش جروب ميتنجز. احنا النهارده بس محاضره تعريفيه فبنتكلم جروب ميتنجز، بس لو انا بتكلم يعني براكتيكال وايز، لا الموضوع بيبقى 1 تو 1 او بيبقى جلسات فرديه. طيب ايه بقى المهارات اللي لازم يكتسبها البيزنس كوتش؟ رقم واحد، لازم يبقى مستمع جيد. ما ينفعش تشتغل في مجال البيزنس كوتشنج وانت ما عندكش طاقه للاستماع. يعني اللي بيجي لي يدرس معايا يقول لي انا عايز صبر يسمع، اقول له على فكره انت ما تنفعش تشتغل بيزنس كوتش. فالف ب بيزنس كوتش اللي انت لازم يعني اكتف ليسنر، اكتف ليسنر يعني منصت جيد. فممكن مثلا اديكم مثال بسيط، يجي لي واحد يقعد يحكي معايا نص ساعه، انا عندي مشاكل كذا، انا عندي بعمل كذا، انا عندي مشكله في كذا، انا عندي مشكله، وتلاقيني ساكت ما بتكلمش، بسمع 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 وعمال اخد شويه ملاحظات، بسمع بسمع وعمال اخد شويه لدرجه لو بيفتكرني ان انا مش مركز معاه، اقول له انا فاهم كويس جدا كمل زي ما انت، وباخد شويه ملاحظات، وبعد كده ببتدي بقى اوجه له الاسئله ونبتدي ندير الجلسه. الجلسه عاده بتقسم نصين، يعني نص مع الكوتشي بيبتدي بقى يتكلم ويبتدي يحكي ويبتدي يقول يعني عشان اعرف انا حل الوضع الحالي واعرف جو تو نيكست، يعني نطلع للخطوه الثانيه، وده اللي احنا بنسميه عندنا بلغه الكوتش بنسميه جرو موديل. فبنحدد الجول والرياليتي والاوبشنز والواي فورورد. يعني فانا عشان ابدا مع حد لازم نحدد الهدف من الجلسه، ولازم نحدد كمان اللونج تيرم اوبجكتيفز اللي انا احققها، ولازم احدد الرياليتي الوضع الحالي، الشخص ده ايه السيتويشن وموجود في انهي منطقه عشان ابتدي اشتغل عليه ونبتدي نطور من امكانياته لغايه ان شاء الله تعالى الجلسه الثانيه، ونشوف هنعمل ايه في خلال ما بين الجلسه الاولى والجلسه. فلازم انا ابقى مستمع جيد، فلازم استمع واعرف كويس جدا هو عايز ايه، وبناء عليه ابتدي اوجه له الاسئله. بلاقي في بعض الكوتشز للاسف مش فاهمين شغلهم صح، بيبقى حافظ اسئله، يعني يجي يسال بلا 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 بلا، يقعد يدي شويه اسئله كده ويقعد ياخد شويه ملاحظات. احنا ما بنعملش كده، احنا بنسيب الكوتشي يتكلم وبناخد اسئله من الكلام اللي بيقوله. يعني انت مش بيبقى طبعا بيبقى في عندك رود ماب للجلسه عشان تعرف تعمل تايم مانجمنت، وعاده الجلسه بتبقى من ساعه لساعه ونص يعني عاده، فبالتالي فانت لو سبت الموضوع ان ستراكشرد فممكن الجلسه تاخد معاك 3 4 ساعات. وعاده اللي بيضيع وقت الكوتش مش الكوتشي، هتلاقي الكوتش بيرغي كتير بيتكلم كتير. لا، انت دورك بتبقى بتستمع اكتر ما انت بتتكلم في الجزء الثاني من الجلسه، بس الجزء الاولاني من الجلسه لازم تستمع، لازم تبقى فاهم كويس جدا طبيعه الشخصيه اللي انت بتتعامل معاها، وبناء عليه بتبتدي توجه له اسئله وبتطلع الاجابات منه هو. يعني الكوتش اللي فاهم شغله صح
اللي هو يطلع الاجابات من الكوتشي، مش هو اللي يوجهه، مش يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. ما ممكن اللي انت بتقول له اعمله ده ما يتناسبش مع ظروفه، ما يتناسبش مع حياته، وبالتالي فانت شطارتك ككوتش اللي انت تسال اسئله وهو اللي يطلع الاجابات وهو اللي يحدد الاكشن ايتمز اللي هنشتغل عليها عشان يبقى حتى في كوميتمنت، في التزام، عشان هو يلتزم بالكلام اللي هيقوله لي. وبالتالي على عكس بقى ما اقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن يعدي جلسه ويجي يقول لي انا ما عملتش، عشان حضرتك مديله اوردرز. فالطبيعي في البيزنس كوتشنج ما بيبقاش كده، اللي انت بتوجه اسئله بطريقه يعني بروفيشنال، وبتستنبط شويه اجابات، والاجابات دي هو اللي بتوصلك للسوليوشن، وبتطلع بالسوليوشن من عند العميل مش من عندك انت. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن الاقي واحد مثلا يقول لي انا رحت الشركه الصبح اتخانقت مع مدير. موجود في طيب كويس، طب هو ليه ده امر جزه، انت عملت ايه؟ فانت تقعد كده تسال اسئله بناء على الكلام اللي بيقوله. ودي النقطه اللي انا عايز احددها لكم، يعني مش مساله بس ان انت حافظ سؤالين بتقوله له، لا، ده انت عايز توصل للدوافع اللي خلت مديره يحط عليه جزه، عشان لو عرفنا الدوافع دي هنغيرها. يعني مثلا اكتشفنا في الاخر اللي هو بيجي الصبح متاخر، ان هو ميعاد الحضور مثلا الساعه 9 وبيجي الساعه 10، لا خالص، يبقى احنا وصلنا بقى للروت كوز اللي بتخلي مديره زعلان منه، اللي بتخلي مديره يحط عليه جزاء، اللي بيخلي صاحبنا ده متنرفز وتضايق لمديره، وهكذا يعني. يبقى تاني، يبقى حضرتك مستمع جيد، في زي ما اتفقنا استراتيجي معينه بتتعامل فيها مع الكوتشي، بنطلع بالالترناتيفز او الاوبشنز السوليوشنز من خلال المحادثات اللي بتتم بين الكوتش والكوتشي، ودايما بياخد جود فيدباك. حلو قوي. امتى بقى استخدم بزنس كوتش؟ يا ترى الدنيا حلوه كده؟ عاده مفيش بزنس ناجح الا ما بيبقى وراه بزنس كوتش. انا مش بقول الكلام ده عشان بنسوق لشغلنا، لا خالص، دي فعلا الحقيقه. مش هتلاقي حد ناجح الا ما تلاقي حد معاه، هقول لك استشاري، مستشار، مش عايز تسميه بزنس كوتش، سميه منتور، مرشد، تسميه كونسلتنت، ماشي. بس دايما البزنس كوتش بيبقى عنده رؤيه رقم واحد، وعنده خبرات، يعني هو بيفيدك بالخبرات بتاعته، بس في فرق اللي هو يفيدك بخبرات، وفي فرق اللي هو يطلع منك الاجوبه اللي بناء عليه يوظف خبراته فيها. ودي النقطه اللي انا باكد عليها. يعني ممكن تلاقي مثلا البيزنس كوتش عنده خبره معينه في مجال معين، فلو قال لك اعمل 1 2 3 4، ما ممكن 1 2 3 4 ما تناسبش مع ظروفك، وبالتالي يبقى احنا ما عندناش حلول جاهزه بنقولها للناس، لا، ده انت بيبقى في زي سيتويشنال اناليسز او تحليل وضع القائم، وبناء عن الوضع القائم بنبتدي نحدد الرود ماب او الدايركشنز اللي هنشتغل عليها. وبالتالي فطبيعي جدا الناس كلها عايزه تحسن النتائج. الناس كلها احيانا بتلاقي معوقات في الشغل، ده طبيعي. الناس احيانا بيحصل تشينج، لسه كنا بنتكلم على تغيرات سياسيه، تغيرات اقتصاديه، تغيرات اجتماعيه ممكن تاثر على البيزنس، وبناء عليه محتاج حد يساعدك ازاي تتجاوز المحنه او ازاي تتجاوز التغيير. احيانا بتلاقي في جاب ما بين الشغل وما بين الكواليفيكيشنز بتاعت الناس. يعني مثلا واحد شغال في البيزنس بالفطره، بس هو ما درسش تسويق، ما درسش اتش ار، ما درسش محاسبه، ما درسش انتاج، ما درسش حاجه خالص. الاداره زيها زي اي علم محتاجه يدرس. احنا مشكلتنا في مصر كده بنشتغل بالحب، واعتقد برضه في بعض الدول العربيه. يعني ممكن تلاقي واحد معاه قرشين بالبلدي كده فتح شركه، وبيدور الفلوس بتاعته في المشروع، بس هو مش معنى اللي انت معاك قرشين، ومش معنى اللي انت فاتح حاجه انت بتحبها اللي انت تبقى مدير ناجح. ده الفرق. نجاحك في الاداره بيعتمد على علم وفن اداره الشركه، فانت لازم يكون عندك يعني مهارات الاداره، ولازم يكون عندك كمان علم، يعني فاهم ابسط حاجه ازاي اعد قوائم ماليه. مش لازم انا اشتغل محاسب، بس انا على الاقل فاهم المحاسب بيعمل ايه. مش لازم مثلا اقول طب انا هصرف فلوس كده على الحملات الاعلانيه من غير ما يكون عندي خطه، لا طبعا، في ماركتنج بلان، وفي ديجيتال ماركتنج بلان، وفي سوشيال ميديا اناليتكس، وفي حاجات كتيره. طب لو انا مش عارف، استعين باستشاري، اعمل اوت سورسنج للخدمه لشركه تعمل لك الكلام ده من الباطن، ماشي. مش لازم انت تعمل كل حاجه بايدك، بس على الاقل ممكن يبقى في ظهرك بزنس كوتش يساعدك. فدي الميزه اللي احنا بنتكلم عنها. احيانا بنتحط في امور صعبه مش عارفين ناخد قرار، فيبقى عندك حد بزنس كوتش يساعدك في اتخاذ القرار. احيانا ما بقاش عارف اعرف نقاط القوه والضعف اللي عندي في الشركه، ودي على فكره مشكله كبيره. اصعب حاجه اللي انت ما تكونش عارف تحدد الكومبيتيتيف ادفانتجز او المزايا التنافسيه اللي موجوده في البيزنس بتاعك، والاصعب من كده ان انت تبقى عارف ايه هي الكومبيتيتيف ادفانتجز ومش عارف تستغلها صح، يعني مش عارف تشتغل عليها.
فاهماني؟ فدي الفكره بمنتهى البساطه. نفتح باب الاسئله قبل ما نتكلم في اخر جزء معانا النهارده، البيزنس كوتشنج استراتيجي. اتفضلي يا باشمهندسة. كوتش اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. هتعرف على حضرتك الاول؟ مدام كنا كان. اهلا وسهلا بحضرتك مدام. يعيش. انت قلت قلت كل وراء بعد كل وراء بزنس يعني يزب بزنس كوتش. يفضل عشان يفضل. استمرارية النجاح. احنا في تونس نقول كل وراء كل رجل عظيم امرأة. يبقى عشان كده بقى لازم الامرأة دي تكون بزنس كوتش. بزنس كوتش بال بال بالفطرة. الله الله، بسم الله ما شاء الله. تحية لكل اخواتنا في تونس وكل سيدات الاعمال والبزنس كوتش في تونس. يعني تشطرني الرأي. والله الديبنز يعني على حسب، يعني ممكن تكون يعني سيدة شطرة او سيدة خيبانة، فبدل ما تنجح جوزها توقع جوزها يعني. بس يعني للضحك فقط يعني. يعيشك يا فندم. تسلم على المداخلة الجميلة. يعيشك، شكرا. مرسي. يعيشك، تسلم. طيب دايما احنا قلنا وراء كل رجل عظيم امرأة ناجحة او بزنس كوتش، عشان ما نزعلش اخواتنا في تونس. طيب ممتاز. نتكلم مع بعض بقى على اخر جزء واسهل جزء في محاضرتنا النهارده. بنتكلم على البيزنس كوتشنج استراتيجي. ايه الاستراتيجيات اللي احنا هنشتغل بيها في البيزنس كوتش؟ الموضوع بسيط وسهل، هنحاول بس في ايجاز شديد نشرحه دلوقتي. احنا بنلعب على موديل، الموديل ده بنسميه 555 او 555. ايه يا عم 555 اللي بتقول عليها دي؟ الموضوع بتاعنا بيتقسم لثلاث مراحل. اللي انت عندك فيه 5 جايدنج برينسيبلز بتشتغل عليهم، في 5 مبادئ حاكمة أو إرشادية بتشتغل عليها. في عندك 5 steps coaching exchange، في عندك 5 خطوات هنشتغل عليها عشان نعمل coaching. وفي عندك 5 مهارات لازم تتوافر في الكوتش الناجح زي ما احنا قلنا. فعشان كده الموديل نفسه اسمه 3 5. عندنا في مصر كده في كولونيا 3 5، فده برضو نفس الكلام، موديل 3 5. يبقى موديل 3 5 بيتكلم على 3 مستويات، كل مستوى فيه 5 حاجات. يبقى بنتكلم على الـ 5 guiding principles، وبنتكلم على الـ 5 steps in coaching exchange، والـ 5 core coaching skills. تعالوا نمسك واحدة واحدة من الخمسة نجري عليهم بسرعة. هم الخمس مبادئ اللي لازم تتوافر في الكوتش الناجح. رقم واحد، يكون عنده فضول يعرف المشكلة وفضول يسأل، وزي ما احنا قلنا ما يديش إجابات جاهزة، لا ده لازم يكتشف الإجابة من الكوتشي. وده الشخص اللي فاهم كوتش صح، اللي انا بطلع الاجابه من الاخ اللي عنده مشكله او الاخت اللي عندها مشكله. فدي الفكره بمنتهى البساطه. وبالتالي لازم يكون عندي فضول اللي انا اعرف المشكله، لازم يكون عندي حماسه اللي انا اعرف المشكله، لازم يكون عندي اصرار اللي انا اعرف المشكله. الحاجه الثانيه، لازم اكون داعم. يعني حتى لو جالي حد عنده طاقه سلبيه، انا دوري اللي انا امتص الطاقه السلبيه اللي عنده واغيرها لطاقه ايجابيه. يعني لو جالي حد مثلا قال لي انا فاشل، انا كل بدخل في علاقه عاطفيه يعني تفشل معايا، انا علاقتي سيئه جدا باخواتي، انا علاقتي سيئه جدا بزوجتي، انا علاقتي سيئه جدا بمديري او بي، ومن نبر صوتك يعني اكتشفت اللي هو مثلا يعني عنده مشاكل معينه اخلاقيه مثلا. فما ينفعش انت تصده كده وتقول له لا 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 انا مش عارف اتعامل معاك، ده انت حضرتك انسان يعني غير سوي. امال هو جاي لك ليه؟ ما هو جاي لك عشان انت تحسنه او عشان تصلح الاخطاء اللي عنده. وبالتالي الله عز وجل بيقبل التوبه، فانت دورك ان انت تهديه او ترشده للطريق الصواب، مش دورك ان انت تصده. يعني حتى لو هو مخطئ، ما هو جاي لك عشان النصيحه، فانت بتنصحه ازاي يعدل الخطا بتاعه، سواء كان خطا شخصي او خطا مهني. انا بتكلم بصفه عامه، يعني ممكن يكون عنده مثلا اخطاء معينه كده مع زوجته، مع اولاده، مع اسرته، فازاي تخليه يكتشف الاخطاء ويحدد الاخطاء، وازاي نحط اكشنز، ازاي نعالج بقى الاخطاء. يبقى يعني اول طريق يعني النصيحه المعرفه اللي احنا لازم نعرف المشكله فين، ولازم نحدد اسباب المشكله، ولازم نحدد الدوافع للسلوك، وبناء عليه نشتغل على الدوافع عشان نغيرها وعشان نوصل للطريق السليم. قلنا قبل كده وباكد مره ثانيه، الكوتش لازم يكون امين مع الشخص اللي بيقدم له النصيحه، فالامانه في النصيحه. والحاجة الثانية، الأخلاقيات المهنة، بأكد عليها مرة ثانية. ممكن أنت ككوتش
تعرضت لمواقف عرفت اسرار معينه عن الشخص اللي انت بتقدم له النصيحه، سواء اسرار مهنيه او اسرار شخصيه، فلا يجوز بكل الاحوال افشاء اسرار، سواء كان مريض بالنسبه للطبيب النفسي او سواء كوتشي بالنسبه للكوتش، فلا يجوز بكل يعني الاخلاق المهنيه ان انت تفشي اسرار. فلو اداك اسرار شخصيه عن علاقاته باسرته، علاقاته باخواته، باولاده، لا يجوز باي حق من الحقوق ان انت تفشي اسرار العملاء بتوعك. فدي برضو واحده من ضمن اخلاقيات المهنه لازم نتبعها. زي ما قلت لكم انا عارف ان في ناس شغاله في المهنه وللاسف بيبقى عندهم مشاكل مهنيه، وفي ناس بتبقى نصابه شغاله في، وفي ناس بتبتز العملاء بعد كده، وفي ناس بيبقى في مشاكل. فاحنا بنتكلم على الجانب الصحيح السليم بعيد عن الناس الكوربت يعني، او الناس الفاسده اللي شغاله في المجال. وده على فكره في كل مجال مش المجال بتاعنا بس، يعني ممكن تلاقي مثلا مهندس مرتشي، ممكن تلاقي مثلا محامي نصاب، ممكن تلاقي دكتور مثلا مرتشي، وهكذا يعني. فمش كل يعني كل حاجه فيها الكويس وفيها السيء للاسف يعني. طيب الحاجه الثانيه بي اكسبتنج، لازم حضرتك تتقبل الشخص وتتقبله بعيوبه. يعني هو جاي لك بيشتكي من مرض معين، او بيشتكي من حاله مزاجيه، او بيشتكي من ازمه معينه، فانت دورك كمان اللي انت تعمله دعم نفسي، تدي له طاقه ايجابيه، يبقى عندك فضول تعرف المشكله عشان تحلها، مش عشان تطلع اسرار بره ولا عشان خاطر تبتز ولا اي حاجه خالص. والحاجه الثانيه زي ما اتفقنا اللي انا بي فوكسد على اسباب المشكله، عشان ما اضيعش وقت الجلسه وما اضيعش وقت العميل في حاجات ما لهاش علاقه بالمشكله، فدي برضو مهمه جدا. بي كوميتد، بطلع اكشن ليست واحنا الاثنين بنلتزم بيها، في جزء عليا هوم وورك عليا، وفي جزء عليك هوم وورك عليك، فاحنا الاثنين يعني بنتعاون مع بعض اللي احنا ننفذ الاكشنز او الحاجه اللي مطلوبه مننا. طب ايه الخمس خطوات اللي خاصه بالكوتشنج اكسشينج؟ زي ما احنا قلنا، ايدنتيفاي، بحدد المشكله بناء على الجلسات اللي انا بعملها مع العميل. زي ما قلت لكم ممكن يكون عميل متردد، ممكن يكون عميل خجول، ممكن يكون عميل عنده، فانا ده دوري اللي انا من خلال الاسئله، ودي شطاره بقى الكوتش اللي هو يوجه الاسئله الصحيحه في التوقيت السليم عشان يعرف ياخد اجابات صحيحه. ودوره بقى اللي هو يعمل زي دريل داون كده، يقعد يعمل يعني بنسميها عندنا زي كاسكيدنج كده او دي كومبوزيشن، لغايه لما اوصل للروت كوزز، لغايه لما اوصل للاسباب الرئيسيه. طب وانس اللي انا وصلت للاسباب الرئيسيه، خلاص بقى ده دورك بقى يا عم الكوتش تشتغل منتور. فالكوتش والمنتور شيب بيكملوا بعض، الكوتشنج والمنتور شيب بيكملوا بعض. فالكوتشنج يبتدي يسال اسئله عشان يوصل للروت كوزز ويوصل للمشاكل المختلفه، الكوتشنج بقى يبتدي يدي حلول، يبتدي يدي ارشادات عن طريق الخبرات والمعرفه المسبقه. وبالتالي فحضرتك بتقول لي بقى انت خبره 25 سنه، يلا وريني شطارتك بقى في المشكله دي حلها لي، فدي شطارتك بقى. يبقى تاني، يبقى كان الموضوع مقسوم لجزئين، الجزء الاولاني اكتشف المشكله، والجزء الثاني يبتدي بقى ندي حلول من الخبرات والمعرفه الموجوده عند الكوتش نتيجه طبعا تجاربه ب يعني مواقف مختلفه وخبرات مختلفه يساعد الكلام ده. احنا بنتكلم بلغه البيزنس، وبالتالي فاكيد في شركات مشابهه، في ظروف مشابهه لشركات نجحت فيها او فشلت فيها، فانت بتبقى مذاكر وفاهم بناء عليه بتقدم النصيحه الصحيحه في وقتها الصحيح. بتحاول تيسر الامور وتساعده على تنفيذ الاكشن ليست اللي احنا هنطلع بيها في الجلسه. وفي نفس الوقت لازم نعمل ريكاب مع كل جلسه، احنا اتفقنا على ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ ايه اللي هنستلمه المره الجايه؟ ايه اللي هنتابعه المره الجايه؟ اللي احنا بنسميها زي ريتروسبكتيف ميتنجز، عشان كمان نسجل الدروس المستفاده لو في اي كوركتيف اكشنز او اجراءات تصحيحيه ناخدها في الاعتبار في النكست بروسس. طب ايه هي الكور كوتشنج سكيلز اللي لازم تبقى موجوده في الكوتش؟ قلناهم سريعا، رقم واحد ليسننج، لازم يبقى مستمع جيد، ودي رقم واحد حط تحتيها 20 خط. رقم اثنين، بتشجع الطرف الاخر على الحوار الفعال. انا مش بنضيع وقت ولا بنسال اسئله مالهاش علاقه بالموضوع، ولا بنقعد ندردش في كلام نضيع فيه وقت الجلسه بدون ما نوصل لاسباب حقيقيه او لنتائج حقيقيه او لاكشنز على الاقل نستفيد بيها. وبالتالي فانت بتشجع الطرف الاخر عشان يجاوب، وفي نفس الوقت تبتدي تديله زي تمبلتس او زي تولز، ادوات، جيمز، ورك شوبس، يعني طبعا بيبقى فيه شويه اكتيفيتيز كده بنلعبها عشان خاطر الشخص ده يساعدك من خلال زي ما اتفقنا الاسئله وما الى ذلك. تعالوا نضم بقى الثلاثه على بعض، فالثلاثه على بعض تبين لك الرؤيه بقى. يبقى انت لازم يكون عندك فضول اللي انت تحدد المشكله وتكتشف المشكله عشان تحدد الحلول. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق الاسئله والاستماع الجيد. لازم تبقى داعم وبتشجع الناس وبتساعدهم على تحقيق الاكشنز اللي احنا اتفقنا عليها والجولز اللي اتفقنا عليها عن طريق برضو الليسننج، يعني كاني ضميت الثلاثه مع بعض عشان بس تكمل الرؤيه. وده برضو نفس الكلام اللي موجود في
الموديل اللي هو 5 5 5 اللي زي ما قلت لكم، اللي هو 5 جايدنج برينسيبلز و5 ستيبس كوتشنج تشينج و5 كور كوتشنج سكيلز. الموضوع بيتم عمل ازاي؟ عن طريق مجموعه من الادوات، فانا سريعا بس هقول لكم اسمائهم وموجودين في الباوربوينت لو انتم حابين تعرفوا تفاصيل اكتر، هنشرحهم بالتفصيل في البرنامج التدريبي. فزي ما اتفقنا عندنا في موديل شهير اسمه الجرو موديل، اللي هو ستاندز فور جول رياليتي اوبشنز اند رابابس، او يعني ستيب فورورد. ده زي ما احنا قلنا بتحدد الهدف من الجلسه، سواء اهداف قصيره المدى او اهداف طويله المدى، بنحدد الوضع الحالي، بنحدد الخيارات، وكذلك هننتقل ازاي للمرحله اللي بعديها. اتفقنا بيبقى في عندك سوليوشن فوكسد، اللي انت فوكس على بعض الاسئله بتقولها، وبالتالي عندك في اوبشن، عندك في بزنس موديل اخر بنشتغل عليه زي الاوسكار موديل، برضو مجموعه من الاسئله بتترتب بطريقه معينه نسال بيها الكوتشي، ومنها نطلع بشويه دايركشنز هنشتغل عليها الفتره القادمه. في عندك موديل اخر اسمه كلير موديل، اللي احنا بنحدد هنعمل ايه النكست ستيبس عشان خاطر نشتغل مع العميل. برضو في اي ار موديل، في فيول موديل، دي كلها مودلز احنا بنستخدمها، وكل موديل من دول ليها التمبلتس بتاعتها وليها الاكسرسايز بتاعتها. انا بس بجري معاكم بسرعه عشان انا تخطيت الوقت المسموح ليا في السيشن، بس انا بقول لكم كل حاجه من دي ليها التمبلتس بتاعتها وليها المودلز بتاعتها اللي احنا هنشتغل عليها. فطبعا بيبقى فيه اسئله كتيره بنشتغل عليها، والكوتشنج كويستشنز اند انسرز، وبنفس الوقت الاكشن ايتمز اللي احنا بنتفق عليها بتتكتب في تمبلتس، ونبتدي نعمل لها ريفيوز على سبيل المثال زي كده، مثلا الاكشنز وايه الامبورتانس بتاع كل اكشن، وهننفذه امتى، والديو ديت بتاع كل اكشن. يعني في تفاصيل كتيره بصراحه، بس نتيجه وقت السيشن قليل غصب عني مش لاحق اقولها لكم باكملها. وبرده دي ليست اوف فاليوز، ونبتدي نشتغل عليها على انهي فاليوز هنعمل ايه الفتره اللي جايه، اللي هي القيم والمبادئ والاخلاقيات. يعني الموضوع اكبر بصراحه من وان سيشن، بس انا حاولت بس سريعا في السيشن ادي لحضراتكم بس الفليفر بتاع شغل البيزنس كوتش. وزي ما احنا اتفقنا البيزنس كوتش هي تخصص من علوم الكوتشنج، وعلوم الكوتشنج هو تخصص من علوم علم النفس زي ما قلت لحضراتكم. ظهر جليا في اخر 30 سنه، وابتدى يثبت وجوده في اخر 10 سنين، وبقى في عندنا معاهد معتمده الاي سي اف بقى له 25 سنه بيعتمد الناس الكوتشنج، سواء لايف كوتشنج او بزنس كوتشنج. وات از نيكست؟ دايما خدها قاعده، اي جلسه لازم نقول وات از نيكست، اي جلسه اي ميتنج اي اجتماع لازم نقول وات از نيكست. وات از نيكست ان شاء الله تعالى هننزل في تونس باذن الله تعالى في برنامج تدريبي متكامل ثلاث مستويات. برنامج تدريبي متكامل ثلاث مستويات، سيرتيفايد بزنس كوتش تحت تنظيم ورعايه ايفولف ماسترز فرع تونس. ان شاء الله تعالى البدايه هتكون يوم السبت 10 سبتمبر، 6 ايام متواصله. كل التفاصيل وكل الاجابه على تساؤلات حضراتكم هنجاوب عليها من خلال جروب الواتساب. بس يعني كفكره سريعه، البرنامج ده هيفيدني في ايه؟ الميزه اللي انا هستفيدها ان انا اتعلم البرنامج ده، تعالوا رقم واحد نبص على الملف اللي خاص بالبرنامج، نبص بس على المين اوتلاينز اللي احنا هنتعلمها عشان نبقى احنا عارفين ايه اللي هندرسه في البرنامج ده. كافه التفاصيل اللي خاصه بالريجستريشن والتكلفه وكل الكلام ده هتعرفوها مع الزملاء المختصين من اكاديميه ايفولف ماسترز. فده سريعا سي بي سي بروجرام، ليه فيديو تعليمي حاطينه او فيديو تعريفي بالبرنامج حاطينه على قناه اليوتيوب وبعته لحضراتكم على جروب الواتساب، هبعته لكم مره ثانيه. زي ما اتفقنا البرنامج بيشرح تفصيليا كل النقاط اللي انا اتكلمت عنها في عجاله سريعه لمده ساعه ونص. فالبرنامج هنشرح تفصيليا يعني ايه بزنس كوتش، وايه الادوات والتقنيات اللي بيستخدمها البزنس كوتش، يعني ايه استراتيجي، يعني ايه فيجن، يعني ايه جولز، ازاي اصيغ الفيجن بطريقه صحيحه، ازاي اكتب الجولز بطريقه صحيحه، ازاي اعمل سوات اناليسيس، ازاي اعمل جوهري موديل، ازاي اعمل بزنس موديل كانفاس، ازاي اعمل فيزابيلتي ستادز. كل الكلام ده هتشرح بالتفصيل التفصيل، وطبعا امثله وجزء يعني اكسرسايزز وورك شوبس كتيره جدا هنشتغل عليها. هتلاقي هنا الاهداف اللي خاصه بالبرنامج التدريبي، وهتلاقي كذلك التو ليفلز، ليفل شهر سبتمبر ايه ان شاء الله تعالى اللي هنتعلمه مع بعض في خلال شهر سبتمبر، وكذلك الليفل المستوى الثاني اللي خاص بيه ان شاء الله تعالى شهر يناير، المعلومات اللي احنا هنتعلمها وايه النقاط اللي احنا هنتعلمها مع بعض. واخيرا في نهايه الملف هتلاقي الارقام اللي خاصه بالزملاء خدمه المبيعات، بحيث لو حضراتكم حابين تتواصلوا مع الاكاديميه هتلاقي الرقم موجود عندكم على الملف. بستفيد ايه من البرنامج ده؟ رقم واحد بتاخد العلم من جهه متخصصه، دي مهمه قوي.
يعني زي ما قلت لك، انت ممكن تلاقي كورس بيزنس كوتش في مكان اخر مع حد من المدربين النصابين، او بلاش اقول نصاب، ما عندوش المعرفه وما عندوش الوعي وبيقول اي كلام بجهل مش بعلم. فتاكد ان كل كلمه هنقولها في البرنامج التدريبي ليها نظريه علميه، ليها كتاب معين بنحضر منه المعلومه، ليها بزنس كيس معينه هنستعرضها مع بعض، او في تمبلتس او ورك شوب او اكتيفيتيز معينه هننفذها سوا. وبالتالي فانت بتاخد علم من جهه موثوقه وفي نفس الوقت من شخص متخصص، وحط تحت متخصص دي 20 خط. بفضل من الله عز وجل انا دكتوراه في اداره الاعمال من جامعه القاهره، ودكتوراه في هندسه الاتصالات من جامعه القاهره، وماجستير في اداره الاعمال من الاكاديميه العربيه. ده بجانب اللي انا عندي ما يقرب من يعني 15 16 كده شهاده مهنيه من معهد اداره المشروعات الامريكي، ومن اكسرس معهد اداره المشروعات البريطاني، وغيرهم كتير من اكتر من جهه دوليه معتمده. فدي اول نقطه. تاني حاجه، العلم انا بعتبره استثمار، انت بتستثمر في نفسك. يعني المبلغ اللي انت هتدفعه في البرنامج التدريبي بجانب الوقت والمجهود اللي حضرتك هتبذله في البرنامج التدريبي ده نوع من انواع الاستثمار، هتجني ثماره كمان باذن الله تعالى 6 7 شهور. زي ما احنا قلنا احنا بنتكلم على بروجرام لمده 9 شهور، وبالتالي فاي هوب الناس اللي هتحضر معانا ليفل 1 تكمل معايا ليفل 2 ليفل 3 عشان تاخد الجرعه متكامله، ما يبقاش انت بس ابتديت في موضوع وما كملتوش. فدي نصيحه ليكم، واتمنى اللي ناوي يكمل معايا المشوار برضو محتاج التزام من الطرفين، التزام مني كمحاضر اللي انا ادي لحضراتكم كل المعلومات وكل الخبرات وكل الادوات اللي انت محتاجها عشان تبقى بزنس كوتش ناجح، وبرضو محتاج التزام من حضرتك ان لو في كوميتمنت معينه هنتفق عليها في الجلسه، لو في اكشن بلان معينه هنشتغل عليها، في اكسرسايز معين حضرتك هتعمله، فمحتاجه جديه من الطرفين، محتاجة التزام من الطرفين عشان نوصل في الآخر للفيجن اللي احنا متوقعينها بإذن الله تعالى في نهاية البرنامج. فضل من الله عز وجل البرنامج ده عملناه في أكتر من دولة وأكتر مكان، والحمد لله الحمد لله النتائج بتاعته فوق الرائعة. فأنا عايز أقول لحضراتكم يعني بسم الله ما شاء الله تخرج تحت إيدينا ناس يعني بسم الله ما شاء الله رؤساء قطاعات ومدراء شركات وناس سي أوز وناس على درجة عالية من الرقي والاحترام. فعايز أقول لكم البرنامج فعلا مهم، والبرنامج فعلا ليه قيمة، وانا يعني مش عايز اقول لكم البرنامج فعلا قيمته الحقيقيه اقل بكتير من التكلفه اللي المركز التدريبي عملها، بس هو المركز التدريبي عملها كنوع من انواع الدعايه عشان خاطر ان شاء الله تعالى نكمل وبجديه اكتر، وان شاء الله تعالى يبقى في عندنا التزام اكتر. طيب التكلفه بتاعه البرنامج 2000 دينار تونسي لكل مستوى، وعاملين يعني اوفر لمده 24 ساعه فقط، انا باكد 24 ساعه فقط، خصم 25% هنشترك معانا في خلال النهارده وبكره ان شاء الله تعالى. فاللي هيحجز معانا النهارده او بكره هياخد خصم 25%، يعني بدل 2000 دينار تونسي هيبقى 1500 دينار تونسي. ده اللي هيحجز معانا النهارده او بكره من يوم الحد ان شاء الله تعالى هيرجع مره ثانيه السعر 2000 دينار تونسي لكل مستوى. واضح كده يا احبابنا الكرام؟ طيب المستوى هيبقى في تونس العاصمه، هنبدا باذن الله تعالى يوم السبت 10 سبتمبر لغايه يوم الخميس 15 سبتمبر المستوى الاول، اليوم 6 ساعات تدريبيه زي ما اتفقنا، بيتخللها ورش عمل وجلسات وكذلك يعني اكتيفيتيز وجيمز وحاجات لطيفه كده هنعملها سوا. ونفس الكلام بالنسبه للمستوى الثاني، هتبقى ده ان شاء الله الميعاد اللي خاص بالمستوى الثاني، وده رقم الزملاء المسؤولين عن المبيعات بالاكاديميه، اكاديميه ايفولف ماسترز فرع تونس، بحيث لو حضراتكم محتاجين اي تفاصيل هتتواصلوا على الرقم اللي خاص بالواتساب، والزملاء طبعا اللي معانا الاستاذه ليلى والزملاء المسؤولين عن الاكاديميه. مين عنده سؤال يا شباب؟ اللي عنده سؤال يسال. اتفضلي كوتش اميره. انا ما عنديش سؤال، انا بس حبيت ارحب بحضرتك في تونس. تسلم كوتش اميره، شرف ليا. عايشك. قدم لك نفسي، انا كوتش اميره رويسي، انترناشونال كوتش، ممبر في البورد امريكو كندي، امريكان كنديان بورد اوف بروفيشنال ترينينج، مع الدكتور عمرو عبد السلام، اظن انك تعرفه. دكتور عمرو اخويا وحبيبي. ايوه، وباعثه وصاحبه الانترناشونال كوتشنج اكاديمي في تونس. هايل جدا. هي اول اكاديمي تونسيه اللي شهاداتها معترف بها دوليا. حبيت اشكر حضرتك على المحاضره الثريه اللي قدمتها لنا، وعلى المحاور اللي قدمتها،
ومزيد من التألق والتميز إن شاء الله. وحبيت يعني جاست مقدم نفسي عشان أنا كنت في مصر لسه راجعة من مصر، كنت بقدم هناك دورات، وإن شاء الله نتعامل مع بعض إن شاء الله قريباً. قريباً سوف أطلق المؤتمر الدولي الأول التونسي للكوتشينج، وفيه البزنس كوتشينج، لايف كوتشينج، سكولر كوتشينج، وترينينج كوتشينج، وإن شاء الله تكون واحد من ضيوفنا إن شاء الله. ده شرف ليا كوتش أميرة، شرف ليا فندم، وشرف ليا أن أنا تواجدت في تونس وسط إخواتنا وحبايبنا، وحاجة رائعة جداً 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 اللي احنا ده فيه بينا تعاون سواء في مصر أو في تونس. ده شيء شرفني وسعدني فعلاً، شرف لنا، ومرحبا بك في تونس، وإن شاء الله مزيد من التعاون. تسلم تسلم كوتش أمير، شكراً لحضرتك. تحياتي لحضرتك سيد الكرام. حد عنده سؤال أحبابنا الكرام؟ كله واضح؟ هايل جداً جداً جداً. مش عايز لكم أنا سعيد قد إيه في تواجدي مع نخبة من أفضل الزميلات من تونس. إن شاء الله تعالى نتقابل على خير بإذن المولى الأسبوع القادم، وأتمنى رؤية حضراتكم جميعا في البرنامج التدريبي. إن شاء الله تعالى المحاضرة هيتم رفعها على قناة اليوتيوب الخاصة بينا، وهتبعت لحضراتكم على الواتساب لو حضراتكم حابين تعملوا لها فورورد لكل الإخوة والأصدقاء والأحباب. نكون شاكرين جدا لحضراتكم، وفي نفس الوقت يكون في إفادة للجميع. زي ما قلت حضراتكم، احنا علاقتنا بداية بلا نهاية، مش معنى ان المحاضرة خلصت ان احنا يعني علاقتنا انقطعت من بعض، لا خالص. هتلاقي الجروب مفتوح، وهتلاقي دايما باستمرار بنبعت لحضراتكم شوية ملفات وفيديوهات مهمة جدا في إدارة الأعمال وكذلك في البيزنس كوتشينج. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم على خير، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.